تشكيل الهويات يصطنع بشكل أسرع، وأيضا يشوش على الهويات التقليدية، وهو ما يحدث الآن فيما نسميه بالحركات السياسية والإيديولوجية الموجودة. مثلا ما حدث في السودان الجنوب عن الشمال، ما حدث في الجزائر وفي المغرب، وجود الثقافة الأمازيغية كثقافة قومية كبيرة، كلها وأشياء أخرى هي سببها في نهاية الأمر هي الثقافة الرقمية التي تدخل في صناعة وإعادة صناعة وصياغة ما يسمى بالهوية. ثم النقطة الأخرى بعد الحرية والرقابة والهوية هي المعرفة. المعرفة أصبحت مشتركة، هي ثروة مشتركة بين الناس. يعني الآن مثلا تفتح على جهاز عندك موسوعة تاريخية، موسوعة طبية، موسوعة في أي شيء تريد، أي شيء لغوية إلى غير ذلك، وأصبحت هذه الخيرات الفكرية متاحة بين الناس. إذا ما يسمى بالسافوار أو المعرفة الذي هي أيضا مسألة مشتركة. ولكن أيضا هناك موضوع آخر مرتبط ربما ببلدان الجنوب الذي استطاعت الثقافة الرقمية والكتاب الرقمي وكل هذه الشبكات هي ما يسمى بحرية المرأة أيضا، وهي مسألة أساسية. حرية المرأة أيضا ساهمت كثيرا فيها هذه الثقافة الرقمية لدفع بها إلى الأمام وسؤال المساواة وسؤال وضع المرأة وإلى غير ذلك. هذا أيضا موجود ضمن هذه المكاسب للثقافة، ثقافة الصورة أو الثقافة الرقمية. الخلاصة الأخيرة التي أصل إليها هي التالي، وأن في حال الرواية يعني الآن خلقت لنا هذه الثقافة مشكلة. هذه الثقافة خلقت لنا مشكلة. مرات أصبح عندنا اختلاف ما بين القارئ والواجب. لفان من الكتاب. يعني هناك فرق. أصبح الآن بعض الكتاب يعتقدون أن لفان المعجبين إذا صحت الترجمة هم قراء، وهم ليسوا قراء بالأساس. فمصطلح الفان، مصطلح القارئ، الثقافة الرقمية أعطتنا معطى جديد سوسيو ثقافي يجب العودة إلى دراسته. وفي نهاية أخيرة هو أننا يجب أن نعترف اليوم بأن جميع الكتاب الجدد القادمين سواء في الرواية أو غيرها يجيئون من الانترنت أو يجيئون من النت أو من الشبكة، كلهم يخرجون منها ويقيمون عليها عروشهم ونصوصهم. وشكرا لكم. شكرا للكرة أمين على هذه المداخلة الثرية التي أفادتنا وأخافتنا في وقت واحد. المسافة فاصلة بين المطبعة فيسبوك والخصائص المتصلة بالكتابة الجديدة وعلاقتها بالسينما وعلاقتها بتدويب الهويات وتدويب المعرفة. وأنا أتساءل في هذه النقطة بالذات، هل يحرص الكاتب العبري لنبالي أموره على هدف تدويب الهوية كهدف أساسي أو رئيسي؟ هناك قوميات إذا ذابت هوياتهم ذابوا، ونحن هذه القومية. مهمتنا أن نتحصص طريقنا كيف نحصد المكاسب ونتلافى المخاطر، وهذا شيء هام. والنقطة الأخيرة التي قالها الدكتور أمين هي من هو المتلقي الهاوي الغاوي الذي يوجه الكاتب. هذه مشكلة كبرى أيضا ما تزال راسخة في
في تشكيلات أمورنا. من أجل هذا فليس كل ما هو حسن هناك حسنا هنا، وإنما ينبغي أن نأخذ من الأشياء ما يدفعنا إلى تكسير الفجوة بيننا وبينهم. لا ننسى أن الفجوة الحضارية وحتى فجوة الكتابة بالمعنى الحقيقي بيننا وبين الذين نعجبه الآن ونستفيد منهم لا تخل عن قرنين. فعلى مهلنا ونحن ندفع جهورنا إلى اجتياز هذه الفجوة المصرحة. الأستاذ منير عتيبة سوف يعطينا عنوانا أقل تخويفا، استخدام الروائي المراوغ للمعلومة، وسوف نرى مفهوم المراوغة وكيف تستخدم في ترويضنا. لك 18 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للدكتور أحمد درويش، إن شاء الله هلتزم بالوقت وأرجو أن نكون حفلة بتاعنا بحلوة. حصل. بداية عنوان مداخلتي الاستخدام الروائي المراوغ للمعلومات، قراءة في روايتين للأفغاني خالد حسيني ورواية للروماني قسطنطين جيورجي. قبل أن أتحدث عن هذه المداخلة، عنوان المؤتمر الرواية في عصر المعلومات، يوحي وكأننا الآن في عصر المعلومات مقارنة بعصور أخرى لم يكن فيها معلومات. أنا بالنسبة لي ضد هذه الفكرة، فلكل عصر معلوماتي وعلومي وتقنياتي في إنتاج واستخدام المعلومات. لذلك كنت حريصاً على مناقشة أعمال حديثة لخالد حسين وعمل نشر سنة 1958 لقسطنطين جيورجي. في رأيي الخاص إن السرد هو إعطاء معلومات طوال الوقت. طوال الوقت نعطي معلومات عن المكان والزمان والشخصية والحكاية وعندما نمل من صفحة أو صفحات في رواية أو في قصة فغالباً لأنها لا تحتوي على معلومات مفيدة أو مهمة أو لأنها تكرر المعلومات التي قيلت قبلنا. كيف يمكن أن أتلقى كقارئ هذه المعلومات؟ كان مهماً جداً بالنسبة لي في هذه القراءة. أظن لو قررنا الصلابة بليونة بالنسبة للمؤرخ المعلومات بما لديها من وثائق وما يريد أن يوحي إلينا بأنها حقائق يتعامل علينا معها بالنوع من الصراحة أنها كما هي لابد أن نتعامل معها. أعتقد أن الروائي يتعامل مع المعلومات كأنها مادة لينة، مادة يستطيع أن يطوعها ويستخدمها كيفما يشاء لتنطق بما خلف هذه المعلومات، أحياناً تنطق بعكس هذه المعلومات، أحياناً تنطق بما يريد الكاتب نفسه أن يقوله وليس بما يمكن أن تقول جوهر المعلومة. بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف الموضوعي أو التقني مع الكاتب، أستخدم المراوغة هنا بالمعنى المعجمي له، وهو تحقيق الشخص لمراده بطرق خفية بها قدر من الخداع وليس بها قطعا موضوعية أو توازن أو عرض حقيقي لوجهات النظر المختلفة. خالد حسيني، عنوانت المقطع الخاص بي بخالد حسيني وأولاد الحرام. أظن أن خالد حسيني هو الكاتب الذي يتمنى كل المبتدئين الموجودين في الرواية في القاعة أن يكونوا هو. روايته الأولى عداء الطائرة الورقية وزعت 140 مليون نسخة. أنا عدت أحسبها بسكيت كاتب كلمة. تقول عنها إيزابيل الليندي: كل المواضيع الهامة في الحياة هي ترتيب هذه الرواية الاستثنائية، الحب، الشرف، الذنب، الخوف، التوبة. هذه الرواية من القوة إلى حد أنه لوقت طويل سيبدو كل ما قرأته سطحيا، كل ما قرأته سطحيا. في روايته ألف شمس ساطعة الرواية الثانية استطاع أن يتجاوز حتى الرواية الأولى المتميزة. تجربتي في قراءة الروايتين ربما لأنني قرأتهما معا ترى أن الروايتين هما رواية واحدة من جزئين، أو هي حكاية واحدة تروى من أكثر من وجهة نظر طبقية، رواية أفغانستان والشيوعيين والإسلاميين والأمريكان وأولاد الحرب. لمن قرأ الروايتين أعتقد أن تلخيص الحدوتة أو الحكاية
أو الحكايات في هاتين الروايتين ستظلمهما كثيرا. ستجد نفسك أمام فيلم عربي قديم ميلودرامي. حتى أن خالد حسيني نفسه في الرواية الأولى يبرر المصادفات الكثيرة الموجودة في الرواية بأن هذا يحدث في مجتمع كالمجتمع الأفغاني، وإن لم يكن القارئ الغربي قد يتوقعه أو يستسيغه. في الرواية الأولى عداء الدائرة الورقية الشاب أمير يسعى لأن يكون كاتباً لكن ماضيه يطارده بعقدة دم كبيرة. هو رفيق طفولته وصديقه الوحيد حسان خادمه وابن خادم أبيه. أمير المثقف المتردد لا يدافع عن حسان ويترك أحد أولاد الشوارع يغتصب. هذا المغتصب يصبح فيما بعد أحد قادة حركة طالبان. لكن أمير عندما يكبر يعود من الولايات المتحدة الأمريكية يغامر لينقذ ابن حسان ويأخذه معه إلى أمريكا، خصوصا عندما يكتشف أن حسان هو أخوه الأب الأخ الناتج عن خطيئة زنا الأب بزوجة الخادم. في الرواية الثانية ألف شمس ساطعة قصة مريم ابنة الحرام أيضا التي ولدت من خطيئة زنا لإقطاع الجليل مع خادمته. كيف تزوجت رجلا يكبرها ثم تزوج عليها من فتاة صغيرة هي ليلى، والعداء بين مريم وليلى الذي يتحول إلى علاقة معقدة من الصداقة والأمومة والبنوة لدرجة أن مريم تقتل زوجها رشيد الذي كاد يخلق ليلى حد الموت. أظن أن المشاعر المتوهجة والعميقة والمعقدة والصداقة النادرة غير التقليدية، الصداقة التي بلا حدود والتي يشوبها بعض الغيرة وأحيانا الكراهية، لكنها تصمد كأقوى ما تصمد مشاعر الإنسان. تأثيرات الحياة العامة السياسية والاقتصادية على مجريات حياة الإنسان، استخدام السلطة ممثلة في الملكية ثم الأقطاع والرأسماليين ثم الشيوعيين ثم الإسلاميين، استخدام السلطة بأشكالها المختلفة لقهر البشر وبث الكراهية، اليأس الشديد من الحياة والتمسك بها حتى آخر النفس، الخوف المرعب من الحب والأمل وعدم التفريط فيهما تحت الإطار، وطريقة التعبير عن كل ذلك بلغة بسيطة موحية. أظن أن هذا مع التقنيات التي استخدمها خالد حسيني خصوصا تقنيتي الاستباق والاسترجاع هو ما أعطى هاتين الروايتين قدرتهما على مقروئية أو إمتاع للقارئ. خالد حسيني حريص على أن يقدم شهادته الروائية على تقلبات الأحوال في أفغانستان من وجهات نظر طبقية مختلفة. أمير ابن رأسمالي غني مرتبط بالنظام الملكي. الرواية الثانية تدور حول مريم ابنة الخادمة وليلى ابنة المدرس، وكأنه يقدم شهادات كل طبقات المجتمع العليا والمتوسطة والدنيا. من يقرأ الروايتين معا سيكتشف أن وهذا هو الإحساس الذي كان لي. مشهد رجم الزانية الإستات في الرواية الأولى رجمهم وكأنهم يطبقون الشريعة، ومشهد إعدام مريم في الرواية الثانية بالنسبة لي كان مشهدا واحدا. أحسست أن أمير جاء من الرواية الأولى ويجلس في الإستات يشاهد ما يحدث في مريم في الرواية الثانية، وعجز كما عجز عن إنقاذ صديق طفولتي عجز عن إنقاذ مريم. الملجأ المستخدم في الروايتين هو حتى نفس مديره بنفس صفاته. أظن أن أبطال الروايتين التقوا في الشارع معا، هربوا من هذا الشوائي أو تفادوا بصعوبة بالغة كلاشينكوف هذا الطالباني. كنت أقول لنفسي وأتخيل الجميع يحاولون الهروب من قهر سلطة كلاشينكوف. نلاحظ النظام الصارم للطبقات في المجتمع الأفغاني، البشتون الأغلبية والهزار الشيعة الخدم والبدو، لكن هذا النظام لم يمنع اختلاط الطبقات لسبب أو آخر، ربما أهم الأسباب الخطيئة هو العشق والصداقة المولفة بالمحبة الشديدة وبذل النفس. لكن خالد حسيني لم يقل كل الحقيقة. خالد حسيني قال الحقيقة فيما يخص النظام الملكي والشيوعي والطالباني، لكنه لم يقل الحقيقة فيما يخص الدور الأمريكي، بل بالعكس ربما من يقرأ الرواية يخرج وهو يتمنى أن يظل المجد لأمريكا. هو يتحدث عن تفجير أمريكا، يتحدث عن دور أمريكا أو الأمريكي الذي هو خالد حسيني نفسه الراوي أو أمير جاء منها لينقذ الطفل الصغير ويذهب به إلى أمريكا لحياة أفضل
ولا يوضح لنا كيف كانت أمريكا هي صانعة هؤلاء الملائكة الذين حاربوا النظام السوفيتي، ثم عندما بدأت تدار أصبحوا شرفين للبلدان أن يبادوا. لم يقل لنا هذا. الذي أدهش القارئ الغربي في روايتي خالد حسيني لا أظن أنه يدهش قارئا عربيا بالقدر نفسه، لأن ثقافته ومعتقداته وبعض تجربته قريبة لما تحكيه روايته. ويصبح ارتباطه بالرواية هنا ليس لأنه قارئ العربي، ليس لأنه يرى فيها الغريب والعجيب، ولكن لأنه يرى فيها نفسه بالذات، بل يراها بشكل يصل حد الرعب عندما ينظر حوله فيجد أن أولاد الحرام ليسوا في أفغانستان ولا في روايات خالد حسيني فقط. شحاذ المعجزات لقسطنطين جيورجيو عملتها أن تقرأ رواية وكأنك أسود. رواية مهمة جدا، لأنه قسطنطين جيورجيو الروماني في المسافة الأولى من العمل في الفصول الأولى ربما ربع الرواية ستظل متطلعا وشغوفا ومتابعا للرواية، لكن هناك مسافة بينك وبين الرواية، عقلك ما زال صاحيا لا تستطيع أن تندمج معها. ثم تصل إلى مشهد المحاكمة فتضطر لأن تقرأ الرواية وكأنك أحد شخصه، تقرأها كأنك أبيض أو تقرأها كأنك أسود. الرواية تتحدث ببساطة عن أسود أمريكي فاحش الثراء تستدرجه فتاة بيضاء، كل أسرتها من الشرطة يحبها، يخطبها، يخطفونه، يتم إخصاره. عدد كبير جدا جيش من المحامين يحاول أن يأتي له بحقوقه، القانون الأمريكي يعطيه حقوقه كاملة، لكن المدينة بالكامل تتفق أن لا علاقة بين هذا الزنبي وهذه الفتاة، عندهم مشاكل معها محدش يعرفها. القاضي يحاول أن يطبق القانون، لكن كل الشهود ضد هذا الزنبي. يلتقط الاتحاد السوفيتي الرواية منشورة سنة 58، أحداثها تدور سنة 57. يلتقط الاتحاد السوفيتي هذه القصة، يستدعي البطل ماكس أونجلينت ويمجده باعتباره ضحية من ضحايا الرأسمالية. يعيش ماكس أونجلينت فترة في الاتحاد السوفيتي ثم يكتشف أنه ليس بطلا. يكتشف الازدواجية الرهيبة جدا بصفته مليونير أمريكي، فلا مكان له في الاتحاد السوفيتي بل هو عدو، وبصفته أسود فهو بروليتاري. يتم استخدامه من قبل رجل مخابرات روسي لكي يذهب إلى بلدة في المدينة الأفريقية صغيرة، عاصمة بلدة اسمها تروبيك، لكي يقتل أربعة من المبشرين الشباب بغرض أن تثور أوروبا ضد هذه الجريمة النكراء وتقتل السود، فيجد الاتحاد السوفيتي مبررا لأن اجتياح أوروبا. وبالتالي يجد ماكس أونجلينت الأسود أن رجل أبيض يستخدمه في عدائه ضد رجل أبيض آخر عن طريق قتل رجل أبيض ثالث. وهذه إشكالية رهيبة جدا يقع فيها، ولكنه ينفذ جريمة القتل، ويفاجأ أن المتهم فيها هو شاب اسمه زينو الفلاشي وهو أبيض أيضا، وهو الذي قاد به السيارة التي ذهبت به إلى الغابة ليقتل هؤلاء المبشرين. زينو هو من بلدة اسمها فلاشي. زينو نموذج للإنسان الذي لا يعرف الكراهية ويصدق كل الناس. عندما يتهم بأنه هو القاتل يذهب ماكس أونجلينت لكي يعترف هو بالجريمة، حتى لا يطلب مني دكتور أحمد درويش أن أتوقف، سأقول بسرعة كيف استخدم قسطنطين جيورجيو المعلومات في هذه الرواية. أولا، تروبيك بلدة ليس لها وجود في أفريقيا، هي بلدة صغيرة أو قرية صغيرة في مقاطعة أمريكية.
لماكس لأول مرة يقول له إنني أعرف بلدك. بلدك يقع في أوروبا شمال نهر الدانوب، ويعد 20 مليون ساكن، يسكنه شعب ذو أصول لاتينية غني بالبترول والقمح، وله ميزات أخرى منها جمال نسائي الذي زي عصيره. لا يوجد بلد بهذا الاسم. وفقدت فنوننا وإبداعاتنا أهمية على قدر الله. نحن نتحرك إذن في هذا الطريق، ومن حق الذين وقع عليهم الدور في أن يكونوا آخر المتحدثين أن يسعدوا، ليس عليهم أن يقولوا جئنا أخيرا، فإن أكثرنا الشعبية تجعل الشيء الأخير هو أحلى الأشياء، وتجعل حبة آخر حبة في العقود هي أحلى ما فيه. وإذا لم تكن على سبيل الواقع آخر حبة في العقود أحلى ما فيه، فإن الأدب الشعبي أعطانا هذا الانطباع، فنحن معنا اليوم حبات العقود الأخيرة، ونحن معنا أيضا هذه الحلوى التي نفضل أن تبقى إلى آخر الطعام لكي يحتفظ المتلقي بمذاقها. فعلى أبطالنا اليوم أن يثبتوا أنهم على خير عنب، وأنهم حلوى، وأن لا يرهقونا بالعناوين الصعبة التي أتحسسها من عناوين المداخلات. نحن لا نريد أن نقول إنه قد مضى الزمن، زمن الأدب الممتع الرقيق، هذا خطأ كبير، وجاء زمن الأدب المتوحش. فالتوحش عنوان يستخدمه غيرنا ببراعة، ونحن عندما نستخدمه ينبغي أن نتلطف وأن نخفف من دائرة الوقيع على نفسنا. عندما أخرجت داعش كتابا يبين سياستها سمته فن إدارة التوحش، وهو الكتاب المطبوع الرسمي، وأخاف نحن شعارنا فن إدارة المحبة. لكن على الدكتور أمين الزاوي أن يثبت لنا أن عنوانه الذي اختاره حول شعرية التوحش التكنولوجي يريد شيئا آخر أكثر رفقا بنا، وهو يضيف إليه انقلاب السرد الروائي. فإذا كنا في التوحش والانقلاب فليحمينا الله في خلال الدقائق التي لا ينبغي أن تزيد عن 20 دقيقة، ونقضيها مع متحدثنا الأول الدكتور أمين الزاوي. تقديم رائع وليس بغريب على حقيقة. صباح الخير، وأولا شكرا للدكتور أحمد درويش على هذه المقدمة الجميلة، و أقول لك بكل صدق أن ليست هناك توحش، هناك شعرية. هذه المداخلة لن أقرأ، هناك تلك مداخلة، المداخلة ستنشر، ويجب دائما أن يكون الحديث حديث تلقائي بدون مفاهيم كبيرة، ولكن أريد أن أضع الإطار لهذه المداخلة، وهو ما يسمى بالنقد الثقافي، تدخل في إطار النقد الثقافي الجديد. في هذه الورقة بدأت أتساءل، السؤال الأول طرحته على نفسي من غوتنبرغ إلى زيكربيرغ. الأول هو صاحب المطبعة التقليدية، والثاني هو صاحب الفيسبوك. بين غوتنبرغ وزيكربيرغ 5 قرون ونص، بين 1454 و 2004 بالضبط 5 قرون ونص. ماذا حدث ونحن في بداية الألفية الثانية للرواية؟ ماذا حدث لقارئ الرواية؟ ماذا حدث للروائي؟ وماذا حدث أيضا للمحيط الذي يصنع الروائي والقارئ والرواية؟ هذه الأسئلة التي أطرحها بكل وضوح. في البداية يبدو لي أننا بدأنا ودخلنا في هذا الزمن أو في هذه الألفية ما يسمى بغواية الرواية، وغواية الرواية ليست غواية عربية، إنما هي غواية عالمية في اليابان، في أمريكا، إلى غير ذلك، في أوروبا. وبالتالي
المنافس الذي بدا لي حقيقي هو للرواية الآن هي السينما. السينما أيضا دخلت عصرا جديدا، حيث أننا نعرف يعني رأس مال الشبابيك السينما، أتحدث عن السينما الناجحة الكبيرة، ليست سينما في العالم الثالث، أصبحت مداخلها بالملايير. وشعرت بأن الرواية بدأت تستأنس بنوع من تقنيات الصورة السينمائية، بمعنى أن ثقافة الصورة وثقافة اللغة أو ثقافة الجملة أو ثقافة السرد تتساءلان أو تتداخلان أو تتقاربان أو تتسامعان، وهو ما يحدث الآن. إن حينما أقرأ الروايات الكبرى لأروكي موراكامي أو بولوستر أو ميشيل ويلبيك في الآداب العالمية، أشعر بأن هناك استماع حقيقي ما بين ثقافة الصورة وثقافة الصورة وثقافة السرد. ثم أيضا يعني أصبح بعض الروائيين أسهم في البورصة، لابوس أصبحوا أسهم، يعني مثل مثلا الروائي مثل كاري، يعني أصبحوا بالفعل يشكلون أسهم في البورصة، في أسهم في البورصة كما يقال باللغة العربية. وبالتالي نحن نقترب من الاستثمار في الرواية كما هو الاستثمار في السينما. ونحن الآن في مفرق تاريخي معرفي أساسي، وهو الانتقال من الثقافة المادية إلى الثقافة اللامادية. يعني كنا في زمن نسميه الآن عصر الورق، كما سميناه العصر البرونزي والعصر الحجري، نسميه الآن على المستوى المعرفي أو الثقافي بالعصر الورقي. كان فيه الكتاب مادة، كنا نقرأ الكتب. الآن في بعض الدول يكاد يختفي لدى الجيل الجديد الكتاب، ما يسمى بثقافة لطابلات، ثقافة اللوحة. في ألمانيا مثلا الآن تجارب في المدارس، طالب يحمل ولا ورقة، يحمل في محفظته فقط لطابلات ويتعامل مع لطابلات، مما يؤكد على أننا دخلنا في عقلية جديدة وفي زمن جديد، وخرجنا، أتحدث عن المستوى العالمي، وخرجنا من الزمن أو من العصر الورقي كما العصر البرونزي كما العصر الحجري إلى العصر اللامادي، أي ما يسمى بعصر الرموز أو العصر السيني، الرموز إذا صح التعبير. وبالتالي أتوقع أن المكتبات، وهذا التوقع ما في ذلك شك سيحدث، يعني نحن لسنا مخيرين بل نحن مجبرون، أن المكتبات الورقية ستختفي. وكل هذه النوستالجيا التي نملكها نحن تجاه المكتبات الورقية، وما يقال رائحة الورق ورائحة الكتاب وإلى آخره، ستختفي. وسيجيء جيل ذات قريب، سيجيء جيل وسيدخل المكتبات التي ستتحول إلى متاحف. سيدخل الجيل الجديد إلى مكتبة ويسأل ويتساءل، هل بالفعل مر جيل كان يتعامل مع كل هذه الأطنان من الكتب؟ أيستطاع هذا الجيل أن يتحمل كل هذا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي ستحدث، لأن المكتبة ستصبح في هاتف، ستصبح في إمبيوس شريحة، وبالتالي سيختفي عصر كله ليدخل عصر آخر. هذه وأيضا ستختفي حتى المكتبات العائلية، لأن البرجوازية الصغيرة والبرجوازية المتوسطة في كل عائلاتنا وعائلات في أوروبا شكلت داخل عمارة البيت ما يسمى بالمكتبة الورقية. تدخل توجد مكتبة بالصفوف والرفوف والكتب والبائلة آخره، هذه أيضا ستختفي. والآن نلاحظ أننا ندخل لبعض بيوت أصدقائنا فلا نجد مكتبة، ولكن نجد ما يسمى بمكتبة المكتبة الوسائطية، يعني توجد سي دي، توجد أقراص، توجد إلى آخره. هذا لا يعني أن لا ثقافة فيه، ولكن أن العقلية تغيرت. هذه الحالة تحيلني إلى أن أشير معكم، و
على مجموعه من المعطيات الاوليه التي تبين بالفعل زحف وتقدم الكتاب الرقمي على في مساحه او في فضاء الكتاب الورقي. ففي المانيا مثلا، وانا كنت مدعو لالمانيا في الفتره السابقه بعد ان ترجمت لي روايتين باللغه الالمانيه، وقدمت وكانت هناك ندوه حول الكتاب الالكتروني. ففي المانيا الان حوالي 17% من راس مال الكتاب هو راس مال كتاب رقمي، وبدا الانسحاب من يعني كل سنه راس مال الكتاب الرقمي يقرب من راس مال الكتاب الورقي. مثال مثلا في فرنسا في سنة 2018 أكثر من 200 مليون يورو هو مدخول الكتاب الرقمي، حوالي 201 مليون يورو للكتاب الرقمي. الفرنسيون مثلا يقرأ كل في 2018 يعني 51% من الفرنسيين يشتروا عنوان واحد سنويا في الكتاب الرقمي. 12% يشتريوا من أزيد من 12 كتاب رقمي. يعني تخيلوا 12% من لا بوبيلاسيون من الساكنة تشتري أكثر من أربع عناوين مش كتب، أربع عناوين رقمية. مما يؤكد بالفعل يعني هذا الزحف القادم على الكتاب الورقي ودخول الكتاب الرقمي. وأكثر الكتب التي تشترى هي الرواية. وهذا الرقم الذي يعطيه، لا أتحدث عن كتب المدرسة وكتب المدارس، أتحدث عن الكتب الثقافية، الرواية، المسرح، الفلسفة والنقد. يعني ولكن الرواية هي التي تشكل الرصيد الكبير في ذلك. كل هذا سيؤثر دون شك على ما يسمى بعادة القراءة. القراءة التقليدية كانت فيها قارئ وفيها كتاب وفيها ضوء ليلي أو ضوء مصباح أو ضوء النهار، واحنا يا شمعة يا لمبة يا إلى آخره. الآن عادة القراءة تغيرت. القراءة الجديدة هي جهاز ذكي، ربما مرات هو أذكى منا، نقرأ في شيء هو أذكى منا. الهواتف الذكية درجة الجيل الخامس والسادس هو أذكى من القارئ نفسه. لماذا؟ لأن الجهاز، أنت تقرأ رواية الآن، تقرأ رواية مثلا ثم لا تفهم كلمة، تضغط على الكلمة يعطيك معنى الكلمة ويعطيك تاريخ هذه الكلمة وكل ما يحيل على هذه الكلمة. توجد مثلا تاريخ معين في الرواية، مثلا قال وكانت الثورة الفرنسية سنة كذا إلى آخره، تضغط على هذه التاريخ يعطيك كل ما حدث. فنحن لسنا في قراءة متداخلة، في قراءة مخترقة، قراءة مخترقة من نصوص أخرى ومن مرجعيات أخرى ومن معطيات أخرى تدخل ضمن النص الذي نقرأه. وبالتالي القراءة الجديدة الآن أو القارئ الجديد نتساءل حياله من أين هو المركز وأين هو الهامش في المقروء؟ أين هو المركز وأين هو الهامش؟ لأنك أنت تعتقد بأنك تقرأ المركز، ولكن في الوقت نفسه الهامش يتدخل ومرات يصبح هو المركز في هذه القراءة. وأيضا هذه القراءة مخترقة بالموسيقى، بصور اليوتيوب، للفيديوهات، بالإعلانات، إعلانات على البيتزا، إعلانات على أشياء كثيرة تمر داخل هذه القراءة. وبالتالي أن الوعي الذي يتشكل في هذه القراءة عبر الصورة أو من خلال اللوحة، فإنه وعي يختلف تماما عن الوعي الذي يتشكل لدى القارئ التقليدي الذي يتعامل مع الكتاب الورقي العادي. بالنسبه للروائيين اليوم، الروائي في الاحصائيات كنت قد شاركت فيها في واحده من مخابر البحث في اوروبا، الروائيون اليوم
يتعاملون أكثر من 70% من وقتهم مع الجهاز. أكثر من 70% من وقتهم يتعاملون مع الجهاز، يعني جهاز الكمبيوتر، جهاز التليفون، جهاز التابلت إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن هناك انسلاق لحضارة العين أكثر من حضارة الفهم أو النص أو الأذن. يعني العين هي الغالبة الآن. نحن ندخل أيضا ما يسمى بحضارة العين التي هي الصورة، تعتمد على الصورة والضوء. وأريد أن أذهب نحو بعض الحوصلات لهذه الورقة، وهو ماذا قدمت لنا في هذا الظرف، يعني تقريبا من أيام زوكربيرغ أو الإنترنت التي بدأت تقريبا في سنة 1980، يعني بدأ الإنترنت، يعني بدأ التشبيك الحقيقي. ماذا حدث؟ حدث التالي، هو أولا أن هذه الثقافة ومن خلال الرواية تحققت أشياء أساسية. أولها الحرية. كل الأنظمة العربية، إذا تحدثنا عن الأنظمة العربية، كل الأنظمة العربية لم، حينما خرجنا من الاستقلالات الوطنية من الاستعمارات، لم تقدم لنا حرية كما قدمها الإنترنت. فبالتالي فتح الإنترنت علينا شبكة من المعلومات كانت غير واردة تماما في ربما في قراءة أخرى غير قراءتي يمكن أن نرجع وصول زينو الفلاشي إلى البحث عن يهود إثيوبيا الفلاشة الذين تم تهجيرهم قسرا إلى إسرائيل وتوكل إليهم الأعمال الدولية، ولن يكون هذا بعيدا عن قراءتي. يعني نهاية، استخدام جوجو للمعلومات في الرواية أعتقد أنه كان يحاول أن يقدم لنا نموذجا لبلدان خيالية غير موجودة ولأشخاص تمت نمذجتهم لكي يقول أن هذا هو العالم، تروبك هي العالم كله. وأريد فقط أن أقرأ مقطعا أعتقد أنه مهم جدا يوضح فكرة الكاتب عن شحاد المعجزات، لأن عندما قرأت شحاد المعجزات العنوان ظننت أنني سأدخل إلى رواية من روايات الواقعية السحرية، لكن اكتشفت أن ما في هذه الرواية لا يمكن أن تحقق، ربما خيال ماركيز يمكن أن يتحقق وبنت خالتي أجد لها جناحين، لكن ما في هذه الرواية لم يحدث. يقول شحالي معجزات في كل شوارع الدبلوماسية العالمية، فكل الأوساط العالمية تعك بالشحالين السود المتخلفين، إنهم يشحدون المعجزات أي يتسولون المساواة والاستقلال، يشحدون احتراما ويشحدون الاستقلالية والحرية. ستقرأ هذه الرواية كأنك أبيض أو كأنك أسود، قرأتها وكأنني عربي للأسف. شكرا. شكرا للأستاذ منير الكيبة على التزام بالوقت وهذا العرض الذي يغري الروائيين يعتبروا مبيعاتهم بالملايين وأن يكونوا من الأثرياء، وهو حلم بعيد يحدث فقط في البلاد التي تهتم بالسياسة أكثر. ولا أدري هل رواج رواية خالد حسين ورواياته كان نابعا من تقنياتها الفنية العالية أم من معلوماتها التي يبحث عنها الغرب في منطقة تعاديه وتدوخه. لعله بعد لحظة عندما يروي ظمأه من المعلومات تصبح الرواية شيئا يتجاوزه الظمأ للمعلومات عنده. وربما كانت باستخدام المراوغ للمعلومات في عنوان المداخلة يحتاج إلى توقف قليل. فنحن عندما نطلق كلمة المعلومات وأننا في عصر المعلومات ربما نفهم منها أشياء يعني أقل اتساع من التاريخ والسياسة، ربما نربطها بمعطيات شبكات التواصل
ومعطيات الأجهزة الإلكترونية. أعتقد في الحالتين المعلومات المستغلة ليست معلومات على هذا الإطلاق، وإنما هي جزء داخل من أجزاء المعرفة الإنسانية التاريخية أو غيرها. أردت أن أذكر بأننا الآن في الجلسة الأخيرة، فمن كان لديه نية أن ينتظر على الجلسة الأخيرة فليستعد يحمل حقائبه. هذه الجلسة الأخيرة وبعدها استراحة حتى السابعة، ولأنها الجلسة الأخيرة فسوف تنتهي أيضا ببعض التوصيات التي نحملها إلى منظمي المؤتمر. ولهذا اختصارا للوقت، لا مانع من أن يكتب من يشاء توصية لا تزيد عن سطرين ليس فيها ثرثرة، ويحملها إلى الدكتور محمد محمود حسين جاري ومقرر الجلسة، ويشمل هذا الاقتراح أعضاء المنصة نفسه، يستطيعون أيضا أن يكتبوا توصيات لكن ليس فيها بما أنه وعلى أنه وبما أن، يكتب سطرين مفيدين إذا كان لديه، وليقل خيرا أو ليصمت. الآن مع أكثر العناوين حيادية في جلستنا الرواية وتداخل الأنواع، والدكتورة هويدا صالح وثمانية عشرة دقيقة، فلتتفضل. مساء الخير. بما أننا في الجلسة الأخيرة ودكتور درويش قدم تحية إلى عنقود العنب الذي ختم الملتقى، أنا أتصور أن الحلم وعنقود العنب الحقيقي هم السابع حضور الذين صبروا على مداخلتين وينتظرون المداخلتين الباقيتين ولم ينصرف عنا أحد حتى الآن، فنحن نشكركم. وهذه الحيادية في العنوان أردت بها ألا تكونوا فكرة مسبقة عن المداخلة حتى تسمعوها مني، فأحيانا الحياد يكون في صالح العمل. التداخل الأنواع أو التداخل الإناسي في السرد إنما اهتم به السرد الجديد الذي يطلق عليه أحياناً رواية جديدة، ويطلق عليه أحياناً رواية ما بعد حدثية أو السرد التجريبي. لا نتوقف عند التسميات والمصطلحات، وإنما يعني أن هذا السرد الجديد الذي يسعى إلى مفارقة الطرائق التقليدية في الرواية والسرد الكلاسيكي الذي ينبني على الحبكة والتتابع الزمني والحكاية المترابطة والشخصيات إلى سرد آخر يحاول أن يوجد لنفسه اختلافاً هوياتي، ليس بمعنى الهوية الثقافية وإنما الهوية التشكيلية في السرد. هذا السرد الجديد الذي يسعى عبر الروائي أن يفارق التقليدية، ماذا قدم لنا وكيف تداخل مع الأنواع المختلفة من الفنون المختلفة وليس فقط فن الروائي؟ كيف وظف الروائيون في هذا السرد هذه الأنواع المختلفة وما هي هذه الأنواع المختلفة؟ في حقيقة الأمر أن الروائي حينما سعى إلى هذا التمايز عما هو تقليدي ونمطي حاول أو تمثل طريقتين في هذا التمايز، الاختلاف الهوياتي الإناسي. الطريقة الأولى هو الشكل، كيف تداخلت الأنواع كتشكيل فردي أو في الشكل الروائي اللي احنا من المفترض من الصورة الذهنية عندنا منذ الرواية الأوروبية حتى الرواية العربية، أننا لدينا حكاية يقوم بها مجموعة من الشخصيات ولها زمان ولها مكان، وهذه الزمكانية تشكل الفضاء السردي في الرواية. هذا الروائي الذي يسعى إلى التجديد عبر الشكل حاول أن يوظف التقنيات المختلفة للفنون المختلفة
مثل السينما والمسرح والفنون التشكيلية وإلى غيرها، إلى غير ذلك من الفنون، القصة القصيرة إلى غير ذلك من الفنون. فانعكس ذلك على التشظي السردي، السرديات التي لا يجب أن تكون مبنية ومحبوكة في إطار تقليدي، وإنما يمكن للروائي أن يشظي سردياته حسب ما يريد وحسب ما يتلاعب فنياً. اللعبة هنا لعبة مقصودة ومقصودة فنياً، لم تكن لعبة أفلتت من يد لاعبها، وإنما يقصد الروائي ذلك اللعب الحر، اللعب الحر، ليس اللعب الحر بالدوال فقط، وإنما اللعب الحر بالتشكيل. فيفضي سردياته كفاية ما يريد، ينطلق من نقطة زمنية، قد ينطلق من المستقبل ويعود للماضي عبر الفلاش باك، قد ينطلق من الآن ويعود للماضي ويذهب للمستقبل عبر الفلاش باك والزمن الاستباقي، يتلاعب بسرده كيفما يريد، يوظف الفضاء السردي فلا يقدم لنا مكانا متعينا، فقد يكون حتى المكان مكان نفسي، ليس شرطا ان يكون مكانا متعينا، قد يكون مكان نفسي تدور فيه الاحداث والشخصيات، قد يعود الى التاريخ فياتي الي باماكن تاريخيه مثل ما يحدث في الطناس. ينعكس ذلك ايضا على اللغه التشكيليه، فيستعيد من لغه السينما اللغه البصريه التشكيليه، يستعيد من الفن التشكيلي التشكيل البصري، فيفارق طبعا بالضروره يفارق اللغه الاخباريه التي تؤمن فقط. فحينما اقول ان هذا الكاس قد انكسر، هذه لغه اخباريه، ولكن حينما يصل اليكم عبر السرد تشظي الزجاج وقطرات الماء التي تناثرت والفزع الذي ظهر على الوجه مثلا من يخبرني الروائي عنه، فهذه لغه تشكيل بصري يستعيرها من الفن التشكيلي. قد يستعير من الشعر لغتي، فلا نجد لغة أيضا إخبارية وإنما لغة شعرية بلاغية. قد يستعير من المسرح إلى آخر هذه الاستعارات التي تنعكس على الطرائق السردية. إذن التمثل الأول لهذا التداخل يتضح في طرائق السرد وكيف نصل في النهاية إلى الحكاية عبر هذا التشظي وهذا اللعب بالزمن وهذا التشكيل في الشخصيات واللغه الى اخره. ثم التمثل الاخر يجب ان يعيه الكتاب، وقد لا يعود بالمناسبه، لانه هذا التمثل الاخر هو في الخطابات. هذا السرد الجديد تتداخل فيه الخطابات، ليس فقط الخطاب الروائي، فقد نجد خطابا شعريا عبر الرؤية الشعرية للعالم، لأن ثمة اختلاف ما بين اللغة الشعرية والرؤية الشعرية عبر اللغة الشعرية في العالم. قد نجد خطاب سوسيو ثقافي، مناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة في هذا النص الروائي. قد نجد خطاب سوسيو سياسي، القضايا السياسية وبدن كسكتها والأيديولوجيا التي يؤمن بها كل منا. قد نجد أيضا خطاب تاريخي عبر التناص مع التاريخ واستعارة الأحداث التاريخية واعتبارها استعارة أو تمثيلية نتخفى من ورائها لنصل بخطاب روائي يقدمه لنا الكاتب. وأنا أضرب أمثلة على هذا الخطاب التاريخي. ربما يجلس أمامنا كاتب يمني الغرب عمران، له رواية أجاد فيها تماما هذا التمثل للشكل وللخطاب في رواية جبل ملكة الجبال العالية. أظن أنه أتى من التاريخ بحكاية ألبسها كل ما يريد من خطاب سياسي وثقافي آني وحاضر ومعاصر، وجعل الحكاية التاريخية هي المتن، وجعل الحكاية الآنية هي الهامش. وهنا تلاعب بشكل جيد، جعل لي متن وهامش، وقد يكون الهامش أكثر أهمية وثراء من المتن. هذا تمثل لفكرة المفارقة والتجديد وتداخل الأنواع وتداخل الخطابات. أيضا قد يتمثل الروائي الخطاب النقدي فيناقش قضايا، أو الخطاب الفلسفي فيناقش قضايا نقدية وقضايا فلسفية معاصرة، ورأينا ذلك قبل عقود عند كونديرا، ورأيناه أيضا في روايات
العربية والمصرية، لعل أوضح مثال لها رواية فوق الحياة قليلا لسيد الوكيل، فوجدنا خطابا ثقافيا وخطابا معرفيا وخطابا سياسيا ونقديا متمثل الروائي ليناقش هذه الخطابات عبر الحكاية أو عبر الخطاب الروائي. قد يكون هذا الروائي أيضا يتمثل الوثائقية الجديدة التي وصفها زميلي الكاتب الجميل منير عتيبة بأنها وثائقية مراوغة، وأنا أتصور أنها هي إيهام بالوثائقية. فحينما يأتي جورجيو ببلدة في شحال المعلومات المعجزات ببلدة متخيلة تماما ويوهمنا أن هذا توثيق، في حقيقة الأمر للبحث والتحري قد لا نجد لهذه البلدة وجود. إذن لم يكن مراوغا فقط وإنما إيهام من القارئ، لأنها حيلة فنية يستخدمها الروائي ليسقط ما يريد من خطابات، حتى أن منير عتيبة تخيل نفسه ليس ذلك الأسود الذي يجوب عواصم العالم يشحذ الحرية والديمقراطية، إنما هو ذلك العربي، لأن كل إنسان يستطيع أن يسقط ذاته ومشكلاته وقضاياه الفكرية والثقافية والقومية على هذا الشكل الاستعاري الذي قدمه لنا الكاتب. إذن الروائي حينما يقوم بكل هذا وكل هذا التجريب يجرب على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، إنما يسعى بشكل ما إلى أن يغاير ويفارق الشكل الكلاسيكي. هل هذا يهدد الهوية الإجنسية والهوية الثقافية لبلد ما مثل ما طرح صديقنا وأستاذنا أمين الداوي؟ لا أتصور أن هذا يهدد الهوية الإجنسية لفن الرواية، لأن لم نعد خلاص معنيين بفكرة أن تكون الرواية محبوكة وكلاسيكية وتنطلق من نقطة ما قطعنا شوطا في هذا التجريب والتجديد منذ الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي في الرواية الفرنسية في أوروبا خلاص. يعني فكرة إن ده جديد وإن ينفع ولا ينفع يهدد الرواية الكلاسيكية ولا يهدد، هذا السؤال لم يعد مطروحا، وإنما السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعا، هل هذا فن أم ليس فن؟ هل هناك متعة حقيقية في القراءة أم ليس هناك متعة؟ هل الخطاب الثقافي الذي تمثله الكاتب بالفعل طغى على ما هو فني وما هو جمالي، ولا حدث توازن بين ما هو جمالي وما هو ثقافي؟ يعني لو أنني فضلت الخطاب الثقافي على الخطاب الجمالي يبقى أفضل لي أن أكتب مقالا أو أقدم موعظة على جبل، هذا أفضل. ولكن أنا أكتب فن، فيجب ألا أغفل بشكل من الأشكال الجمال في الفن. الجمال يأتي عبر مستويات عدة، يعني حتى التلقي مستويات أيضا. يعني حينما أنا أقرأ النص ودكتور درويش يقرأ النص وأحد من حضراتكم يقرأ النص، لا أتصور أننا سنخرج بنتيجة نهائية، لا شيء نهائي في الفن، ولكن ثمة طبقات التلقي. هناك من يتلقى، واضح أن كلامي أزعج حتى أو ربما دي أجواء في شرط السرد. لعب الحبل. اللاعب الحر فلاعبة الشبابيك الوقع. لكل شيء الحق أن يلعب. الريح أيضا أقوى من جميعا. نعود إلى اللاعب الحر. نعود إلى إذن هذا التوازن الذي يقوم به الروائي بين ما هو جمالي وما هو فكري وثقافي يجب أن يكون منضبط، حتى أن احتاج إلى معادلة صعبة وحقيقية. كنت أتحدث عن فكرة مستويات التلقي. أنا أتصور أننا جميعا لن نتلقى النص الواحد بمستوى واحد من التلقي، لأن ثم فراغات في أي نص، حتى النص التقليدي بالمناسبة، يعني حتى النص الكلاسيكي التقليدي المحبوب ثم فراغات ومقولات، أو اللي إحنا بنسميها في النقد بالأنساق المضمرة.
كل يقرأ حدثا واحدا بطريقة مغايرة، ويخرج من هذا الحدث أو هذه الرواية أن هذا الخطاب مثلا ينتصر إلى أمريكا ويجعلها المكان النموذجي الأفضل في العالم، وخطاب آخر أو قراءة أخرى لنفس الحدث قد يكون لا، وإنما هو يجعل من أمريكا المهيمنة والهيمنة الإمبريالية والسيطرة. نفس الجملة المقولة قد أتلقاها أنا بمستوى ويتلقاها غيري بمستوى، وهذا ما نسميه الفراغات أو اللامقول لأي نص جمالي. فالنص الجمالي له مستويات في التلقي وله مستويات في الخطابات التي يطرحها. وبالمناسبة قد لا يكون الكاتب نفسه واعيا بهذا الخطاب، يعني قد نقرأ مقالا، قد أقرأ مقالا عن نص لي وباعتباري روائية قبل أن أكون ناقدة، وأقول أنا لم أقصد ذلك، ولكن أنا أقول أنا لم أقصد ذلك، وآخر يقول أو يقول لم أقصد، ولكن ربما ده خطاب تحليلي جيد، وآخر قد يرفضه تماما وهكذا. وليس أشهر وأدل على ما أقول من تحليل الخطاب النسوي لنص تكتبه امرأة مثلا. فلو أنا جبت نص ونزعت عليه نزعت عنه التعريف بالمؤلف ويكون مجهول تماما، يكون مجهولا تماما هل هو لامرأة أو رجل، وطلبت من حضراتكم أن تقرأوا الخطاب الكامل والمضمر وراء هذا النص، قد تقول هذا نص ذكوري بحت، والمفارقة قد تكون كاتبة امرأة. ما الذي جعلكم تقولون أن هذا، هل هو الضمير المستخدم أنها سردت مثلا بضمير الأنا؟ طبعا إحسان عبد القدوس كتب نصوصا كثيرة على لسان شخصيات أنثوية وهي بلسان الأنا، وإنما هو الخطاب، ماذا تريد أو ماذا يريد هذا النص أن يقول. وقد يأتي، عفوا يا دكتور حاضر، وقد نأتي بنص آخر يكتبه رجل ونقول أن هذا خطاب وراه خطاب نسوي ينتصر المرأة، رغم أنني لم أقرأ اسم الرجل على هذا الخطاب. يبقى إذن الخطاب شيء مهم، التداخل الخطابات في النص الجديد، النص الجديد واعي كمان بذاته، لم يعد مجرد حكايات، نحن لا نحكي فقط حكايات، وإنما نسائل العالم ونسائل الهوية ونسائل الوجود، إما قلق وجودي للذات الفردية أو قلق وجودي للذات الجمعية. دكتور أحمد درويش بيستعجلني، إن شاء الله بقية الطرح سيكون في البحث حينما أسلمه للمجلس الأعلى للثقافة. شكرا لحضرتك. شكرا للدكتورة وائدة صالح على هذا العرض السخي الذي حمل تغريزة كبيرة من حبات العنب من المنصة إلى حبات العنب في القاع، وأعطتكم فكرة اللعب الحر الذي يمكن أن يتحرك فيه المطلق كما يشاء، وحدثتنا عن أن النص حمال أوجه، وتلك طريقة معروفة في القديم والحديث. لكن المشكلة الصغيرة أن الذي يخرج عن القانون مطالب بأن يوجد قانونا خاصا به، حتى لو كان غير القانون العام، لا يكون الفنان فنانا ولا الكاتب كاتبا ولا الشاعر شاعرا إلا إذا اكتشفنا في نصه الذي صنعه قانونا يلتزم به حتى لو خالف به القوانين الأخرى. أما الذي يذهب يمينا ويعود يسارا ويتحرك كما تحركت الريح الآن فيبعث كل الأوراق، هذا متحمس. نحن نريد لعبا حرا منضبطا له قواعد. نحن الآن نذكركم أيضا بفكرة مواصلة كتابة التوصيات التي سترفع إلى المؤتمر على أن تكون موجزة في حدود السطرين، وسنستمع الآن إلى المداخلة الأخيرة من الدكتور محمد محمود حسين حول غنائية البوح وتداخل الحكي في رواية البريد الإلكتروني رواية وطأة اليقين نموذجا. دكتور محمد تفضل ولك 18 دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية خالص أقدم خالص شكري وتقديري إلى أستاذي الذي أجلس بجواره أستاذ الدكتور أحمد درويش، وكلنا يعرف من هو الأستاذ الدكتور أحمد درويش. فعندما جلست إلى جواره قلت أرجو أن أكون حبة عنب خفيفة المذاق بإذن الله تعالى. شكري الجزيل للحضور الكريم الذي أسعدنا في بمشاركته في هذا الملتقى العلمي، وقدر لي أن أكون آخر المتحدثين فالحمد لله. ورقتي تنطلق من موضوع لا يزال يبحث عن شرعيته في البيئة العربية، وهو رواية البريد الإلكتروني نموذجا. الرواية التي اشتغلت عليها موجودة بإذن الله تعالى في أعمال الملتقى، فلا داعي لي أن أسرد على حضراتكم الحبكة القصصية للحكاية والحدوتة وما شابه ذلك، لكن سأشير إلى أشياء مهمة يجب علي أن أذكرها، ربما تسهم في توضيح بعض النقاط لدينا جميعا، خاصة بعدما رأيت من خلال المشاركات السابقة في من شارك بمقالة أو ببحث في الرقمية أو في الإبداع الرقمي أو في أثر وسائل الاتصال في الإبداع العربي بصفة عامة الرواية، تبين لي أننا أمام فريق متحمس للرقمية ويرى أنها المستقبل، وأن الرواية التي ظهرت نتيجة اتصال المبدع بالعالم الرقمي هي رواية المستقبل، وفريق آخر يرى أن الرقمية تشكل خطرا حقيقيا على الإبداع، وأنها حتى هذه اللحظة لم تضف شيئا سواء على مستوى البنية السردية أو على مستوى الموضوعات. هذا لماذا؟ لأن المصطلحات لا تزال غائمة، لا تزال هناك ضبابية في التعامل مع مصطلحات مثل التفاعلية مثل الرقمية إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وصل الأمر إلى أننا أو إلى أن البعض ظن أن النص الورقي هذا هو نص ورقي مطبوع، بمجرد نقله بصيغة PDF أو بصيغة أخرى على الجهاز أو على الإنترنت يصبح نصا رقميا تفاعليا، وهذا بعيد كل البعد عما يفعلونه في مجال الرقمية التفاعلية. لست من المتحمسين بالرقمية، لكن أيضا لست رافضا لهذه الرقمية ولتجليات الرقمية، وهذا ربما ما أشار به أستاذنا الدكتور أحمد درويش في كتابه النص والتلقي عندما تحدث عن تلقي النص الإلكتروني. قال علينا ألا ننبهر بالظاهرة، لكن في نفس الوقت علينا ألا نرفض الظاهرة، لأننا شئنا أم أبينا نحن في زمن الرقمية. الأجيال القادمة تنتظر منا ماذا سنقدم لها. بقي لنا أن نقارب النصوص التي تأثرت بهذا الفعل التكنولوجي ونخرج من خلال هذه النصوص بقوانين وبمعايير يمكن من خلالها أن تسهم في وضع أساس لتيار ربما تأتي به الأجيال المستقبلية. يجب علينا أن نبحث ما الدوافع التي جعلت المبدعين يتصلون بهذا الفضاء، ما الدوافع التي جعلت الكتاب يعبرون عن أفكارهم وتصوراتهم من خلال الاتصال بفضاء الإنترنت. هذا ضروري جدا، لأن الكاتب في النهاية إنسان يتعامل مع الحياة بمنطق خاص قد لا نراه نحن. من الكتاب والمبدعين من رأى في هذا الفضاء مهربا أو متنفسا للبوح والاعتراف الذاتي، من رأى في هذا الفضاء بديلا للمآسي وللتناقضات الفكرية التي يعيشها في الواقع فاتصل بهذا الفضاء، ومن ثم عبر عن هذا الفضاء في شكل تجربة جديدة نتفق معها نرفضها هي موجودة. ولعل ذلك يذكرني بمقولة الدكتور شاكر عبد الحميد في كتابي عصر الصورة وكتاب الواقع الافتراضي،
يقول أن العالم الافتراضي من منظور النفسي هو عالم الإشباعات البديلة والمتخيلة والتوحد مع ما هو وهمي وافتراضي. كلنا يفعل هذا الأمر مع صفحة الفيسبوك، مع المدونات إلى غير ذلك من الأشياء. الفريق الآخر رأى أن الاتصال بهذا الفضاء هو ضرورة حتمية تاريخية يفرضها الوضع الراهن الذي نعيش فيه، أن المبدع عليه أن يساير منجزات عصره إذا أراد أن يقدم شيئاً مبنعاً. من باب ماذا؟ من باب أننا نتجه نحو التكنولوجيا بحركة طبيعية، فالأجيال التي ستأتي ليست كالأجيال الحالية، كما كانت الأجيال الحالية ليست كالأجيال السابقة. لكن ليس معنى ذلك القطيعة والانفصال، إنما التواصل الفكري البناء، كل فقرة لها وسيطها الخاص الذي ينتج فعلاً إبداعياً ما. من هذا المنطلق ظهرت فكرة التجريب السردي الذي حاول توظيف المعطيات التكنولوجية، أو حاول توظيف الوسيط الرقمي الحاسوب والإنترنت. هذا الفريق أراد أيضاً أن يعيد العلاقة مع متلقي عمله. هناك من المبدعين من اكتشف أنه يتحدث في واد والمتلقي يعيش في واد آخر. جاءت الإنترنت لتسهم في عقد اللقاء المباشر بين المتلقي وبين صانع هذا العمل، بالرد، بالإضافة، بالحذف، بأي وسيلة كانت، إنما هناك تواصل مباشر. نتيجة هذا التجريب ظهر أمام النصاب، وهنا كان الخلق. ظهر أمامي نصار، وأنا أتحدث عن النصر الذي ظهر مع ظهور الوسيط الإلكتروني الإنترنت. نصر رقمي لا يزال يبحث أيضا عن شرعيته في البيئة العربية، لا يمكن أن نقرأه أو أن نتفاعل معه إلا من خلال شبكة الإنترنت، ولا يمكن طباعته، لا يمكن طباعته. لماذا؟ لأنه نص استثمر في فضاءاته ما يسمونه وسائل المالتي ميديا، الصوت، الحرارة، الفيديو، الجرافيك، الهايبر لينك. هل هذه الأشياء إذا أضفتها للنص السردي هل يمكن لي أن أطبعها؟ لا يمكن، لكن النصوص التي تكتب ثم تطبع، من قال أنها التفاعلية يمكن أن نقول لها أنها تحقق أدنى درجات التفاعلية البسيطة. نحن مع بعضنا البعض حاليا تفاعلية، نفس الكلام عندما تعلق في الفيسبوك وهو تفاعلية، لكن ليست هذه هي التفاعلية التي يشتغل عليها المبدعون الرقميون أو النقاد الرقميون أو من اشتغل في هذا المجال. نص رقمي أطلق عليه رواية رقمية. لماذا رواية؟ لماذا قلنا أنها رواية حتى وإن كانت في بداية طور النشأة؟ نحن لم نبحث حتى في هذه الورقة عن الرواية النموذجية، لا، إنما هي لا تزال في طور النشأة، يمكن الأجيال المستقبلية أن تبني عليها. هي رواية لأنها بنيت أساساً على الجملة السردية، على الشخصية، الزمان، المكان، الراوي، هذه الأشياء موجودة في الرواية الرقمية. لكن الكاتب اكتشف أنه لم يعد كافياً التعبير بالكلمة في وسط هذا العصر، فأصبح يعبر بالفيديو إضافة إلى الكلمة، أصبح يعبر بالصورة إضافة إلى الكلمة، أصبح يعبر بالموسيقى التصويرية. وأن هذه المؤثرات التقنية لا قيمة لها في حد ذاتها، بمعنى أننا إذا جردنا الرواية الرقمية من الجملة السردية، الجملة الروائية، ماذا تبقى لنا؟ أصبحنا أمام تقنيات إلكترونية، أصبحنا أمام فيديو، أصبحنا أمام صوت. ما قيمته؟ الذي يعطي له السردية الدرامية، الذي يعطي له السردية الغنائية، الذي يعطي له البوح والاعتراف الذاتي، أنه صار في دائرة الجملة السردية، فكانت هذه الرواية الرقمية. جاء الخلاف في التفاعلية. في هذه الرواية النص الأول نوعان من التفاعل، تفاعل داخلي وتفاعل خارجي. التفاعل الداخلي عندما يدخل الناقد أو القارئ مع أعمال سنجلة مثلا، يدخل ليقرأ العمل، فتفاعله الداخلي كي يصل إلى الفكرة
عليه أن يربط بين الموضوع الذي تم وضعه في الجملة السردية وبين المؤثرات الصوتية والحركية، وأن يجيب على الناقد، أن يجيب، لا يصف، لا يقول أن سندلة وظف فيديو أو أن حمزة قريرة موجود معنا وظف فيديو وكانه كما يقول أستاذنا نقد وصفي، إنما عليه أن يجيب عن سؤال: هل الفيديو الموظف في الرواية أضاف شيئاً جديداً للبعد السردي؟ بمعنى، هل لو قمنا بحذف الفيديو والمؤثرات الصوتية والحركية من روايات سنجلة، هل تأثر المعنى أم لا؟ إذا لم يتأثر فالأمر ما هو إلا محاكاة شكلية، لكن إن انفتح على معنى جديد، على درامية جديدة، على لغة جديدة، على ما يسمونه بالتنصر الرقمي الجديد، إذا انفتح في هذا الأمر فإن هذه المؤثرات هي بنية أساسية في النص لا يمكن اختزالها أو اقتباسها. التفاعلية الأخرى، تفاعليتي أنا متلقي مع هذا النص، التفاعلية الخارجية، قد يترك لي هذا المبدع رابطا ويقول لي اترك مسارا جديدا للرواية، أو ضع نهاية جديدة للرواية، أو هل تتفق مع مصير الأحداث أم لك وجهة نظر أخرى، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه هي التفاعلية البسيطة، هذه هي التفاعلية التي ربما تقصد في مجال الرقمي. التفاعل هذا هو الشكل الأول، والعملية ليست حربا بين من يكتب الورق وما بين من يكتب الرواية الرقمية التي لا تزال في البدايات، إنما الرواية الرقمية لا تعني اختفاء النص الورقي، بل هي نمط سردي متطور. دكتورة فاطمة البريكن والدكتورة لبيبة خمار والدكتور سعيد يقين قلت له بالأمس وكتب في هذا المجال أن المشتغلون في هذا الحقل وصفوا هذه الرواية بأنها جنس أدبي جديد. إذا قلنا أنها جنس، معنى ذلك أنها جاءت بأشياء لم تكن موجودة في السرد العربي، تقنيات جديدة قامت عليها، لكن هي ليست جنس بدليل أنها تعتمد على بنية الكلمة السردية التي ذكرناها آنفاً، إنما هي ماذا؟ نمط متطور، تطور مع الواقع، مع الوسيط، كما كان الحال مع السينما. عندما جاءت السينما أخذنا منها تقنية الفلاشبات، تقنية المونتاج، لكن لم تلغي ما سبقها من نماذج. ولم أقل الرواية السينمائية، إنما هو بحسب الوسيط الموجود. ظهر الإنترنت، لابد أن نسير هذا الأمر. الدكتور حمزة قريرة عرض رواية تفاعلية بالأمس، هذه الرواية تفاعلية أستاذنا الفاضل، هذه الرواية التفاعلية بالأمس جميعنا أو الحضور انفعل مع هذه الرواية، لدرجة أننا قمنا بالتصفيق له أكثر من مرة، صحيح؟ وانفعلنا مع هذا الأمر وقلنا له هذه تجربة رائعة. نحن اليوم ثقافتنا محدودة مع التكنولوجيا، وانفعلنا مع هذا العمل، ليس النموذجي إنما هو الذي ربما نبني عليه، وهو هنا يستعمل الجملة السردية الموجودة بفنيات معينة مع مؤثرات الملتيميديا الأخرى. هنا هذا الشكل لا يلغي كما قلت فكرة النص الورقي، إنما هو نمط متطور. هذا الشكل نحن تأثرنا به، فما بالكم بالأجيال التي ستأتي بعد 20 سنة مثلا وتنغمس في هذا، كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟ إذن هل من المنطقي أن نصادر حكما أو نحكم على شيء ربما يكون له صداه، أن يكون له صداه في المستقبل القريب؟ العملية ليست معنية بأن هذا النص يقضي على النص الورقي، وهذا النص هو عبارة عن بوق واعتراف وغنائية التي أشتغل عليها في هذا البحث، كل شيء موجود في هذا بدرامية سردية. هل معنى هذا النص اختفاء النص الورقي؟ لا، قد يأتي القارئ مستقبلا ويكون قارئا واعيا فيقرأ نص دكتور حمزة ويقول هذا نص غير جيد بالبناء ولا يحتوي على أي قيمة فنية، وأن هذه النصوص الرقمية التي كتبت لا تعبر عن أي هدف ما، ماذا أصنع؟ سأرجع إلى روايات نجيب محفوظ، لكن سيكتشف أن هذا الجيل لا يستطيع التعامل مع الورق، وأن حياته كلها أصبحت رقمية، وهنا المشكلة. ماذا سيصنع في هذه الحالة؟
أتصور أو أتخيل إن كان لي هذا التصور أنه سيرجع إلى كتابات نجيب محفوظ ولتكن رواية ميرامار، هذه الرواية التي قامت على فكرة تعددية الأصوات، أن الرواية تسرد من خلال أربع شخصيات رئيسية تحقق كما ذكر أستاذنا الدكتور أحمد درويش في بعض المقالات ما يسمى بالتناصي الداخلي والتقاطعات، وسيجعل حسني علام الشخصية الأولى، شخصية ظهر الشخصية الثانية، من هذه الأشياء روابط أساسية في البداية. وأنت عليك أيها القارئ إذا أردت أن تتفاعل مع نص نجيب محفوظ اترك، قم بالنقر على مثلا شخصية حسني علام فينفتح عليك نص نجيب محفوظ، وقد يضيف له مؤثرات صوتية من وحي جملة نجيب محفوظ نفسه، وهكذا وهكذا يكتشف نكتشف أن هذا الجيل حافظ على تراثه وقدمه بصورة تتناسب مع معطيات العصر. ذكر لي الناقد المغربي الأستاذ الدكتور محمد أسلين في هذا المجال أن الفرنسيين لما ترجموا ألف ليلة وليلة وجدوا أن الأطفال حالياً يعيشون في الفضاءات الرقمية. كيف نعيدهم لقراءة الترجمة؟ قالوا أنهم حولوا بعض النصوص في ألف ليلة وليلة إلى صورة قصص ترابطية، وهو نص موجود، قصة ترابطية يستطيع الطفل أن يتعامل معها وهو حقق إدهاجاً وفي نفس الوقت قرأ نصاً تراثياً. ونحن اليوم لا نزال في البيئة العربية نقول ألف ليلة وليلة فيها حديث عن الجنس، ألف ليلة وليلة فيها حديث عن عوالم تخيلية وغرائبية، وغالبيتنا يرفض مثل هذه الأشياء. النقطة الأخيرة يا أستاذ، أرجو أن لا أكون يعني أزعجتكم. النص الأخير شكرا جزيلا. دقيقة ثلاثة. لا. دقيقة. الشكل الآخر الذي ظهر مع ظهور التكنولوجيا الرقمية مع الإنترنت هو النص الورقي. هذا النص الورقي كان له حضوره في البيئة العربية. هناك أكثر من نص ورقي استثمر في فضائه تقنيات الإنترنت بما يتناسب مع الوسيط الورقي. الصورة مثلا، الصورة الثابتة، حوارات الشات، الرسائل الإلكترونية، لكن كيف كان التوزيع؟ مثل رواية في كل أسبوع يوم جمعة لإبراهيم عبد المجيد، وطأة اليقين لهوشنك أوسي، كناش الوجوه لعبد العزيز العبد، ليلة الجدار لحليمة زين العابدين، حرية دوت كوم لأشرف نصر، إلى غير ذلك، عشيقة آدم للمنصف الوهابي، الأزرق والهدهد لجهد وهبة اللبنانية، إلى غير ذلك من هذه الأعمال، أكثر من 40 نصا ورقيا استطاع أن يستثمر هذه الفضاء. لكن القضية هنا كيف كان الاستثمار؟ هل أضاف هوشنك أوسي عندما اعتمد في رصد تجربته في هذه الرواية وطأة اليقين، هذا اليقين المأساوي الذي يتعلق بالحدث السوري الذي نحن عليه اليوم، هذا اليقين الذي يتحدث بما دار في الثورات العربية، هذا اليقين الذي أصبح متعدد الأشكال في نهاية الرواية، هل إذا استطعنا، هذه الصفحة الأولى من الرواية، هل هنا دور الناقد أو القارئ؟ إذا جرد النص من هذه الرسائل الإلكترونية، هذه التقنية، إذا سقط لا قيمة له، هو شكلي فقط، لكن غالبية أو المجتهدون في هذا المجال، لأن هناك من كتب روايات ما هي إلا خواطر تدور بين عشيق وعشيقة في الفيسبوك وما شابه ذلك، لكن هناك من استثمر هذا الفضاء بالفعل في تقريب نص جديد فيه تداخل الحكي، فيه البوق والاعتراف الذاتي، فيه التناص بأبعاده الجديدة الرقمية المتفاعلة بين الشخصيات المتراسلة. والسؤال الذي أختم به هذه المداخلة إذا سمح الأستاذ، تقنية الرسائل موجودة في النص الروائي في مرحلة ما قبل الإنترنت، رواية مواعيد الذهاب إلى آخر الزمان لعبد الجبير مبنية على هذا الأمر، الرواية أمير تاج السر 366 موجودة تقنية الرسائل، لكن كانت في الغالب ذات منظور واحد. الشخصية الأخرى التي تستحضرها كانت موجودة فقط في الذهن، خاصة في الرواية التي تدور فضاءاتها في الغربة. البطل المغترب يرسل رسائل لشخصياته في الوطن الآخر ويسرد لها معاناته وإلى غير ذلك من هذا الشيء. لكن هنا أصبح النص تفاعليا ورقيا وليس رقميا. أصبح الرأي بيني وبينه، أنا أرسل إليه
وانتظر رده. الموضوع غير سابق. الموضوع يبنى بناء على الرسائل المتبادله. الموضوع اصبح التراسل جماعي، الموضوع جماعي البناء تفاعليا. الروايه فيها الكثير والكثير، ان شاء الله ستجدونها في ورقه المؤتمر. ارجو ان اكون استاذ الفاضل الذي شرفت بالجلوس اليه كما شرفت من قبل بمناقشته لي مع الدكتور عبد الحفيظ محمد حسن في مرحله الدكتوراه منذ 4 سنوات، وكان قاسيا علي جدا، لكنها قسوه علمتني فيما بعد وفتحت لي نوافذ كثيرة كثيرة. أشكرك يا أستاذي، وأشكر الحضور، وأرجو أن أكون حافظت عليه. شكرا للدكتور محمد محمود حسين الذي يحيرنا حتى في تاريخ كتابة اسمه، ويطبح أنه محمد هندي، وحن البحث عن الذات، وحن محمد حسين، وهو دون شك أكثر الصعايدة تحمسا للرواية الرقمية. وطبعا أنا صعيدي متحمس للرواية الرقمية والتفاعلية والهايبر تكست بصفة عامة وتوظيفها في أشياء كثيرة، وهذا كلام معقول، لكن هذا يمكن أن يساعدنا أيضا في أشياء جانبية. ليس المطلوب فقط استغلال هذه التقنيات المتقدمة في إبداع جديد، لكن حتى في فهم الإبداع السابق. وفهم الإبداع السابق يمكن أن نرتد منه قليلا. نحن من أقل الأمم اهتماما بتراثها الفكري والأدبي بالمعنى الحقيقي، ولا يكاد التلميذ عندما يغادر المدرسة ويصبح مثقفا يعود مرة أخرى أبدا إلى أبي علاء المعري أو حيال التوحيدي أو المتنبي أو غيرهم من الكتاب الذين لهم قيمة حقيقية حتى يعرفها الآخرون خارج لغتنا. هذه التقنية يمكن أن تساعدنا في إعادة هذا النمط من التواصل مع هذا الطلاب. وأنا أتصور أن عملك كرسالة الغفران لو أعيد إخراجه بهذه الطريقة بطريقة جيدة، وعرض نص منه ومعه الروابط التي تشرح الكلمة اللغوية وقتها، والصور التي تذهب بقارئها الى الجنه التي يتخيلها ابن علاء، والاشياء العالم الغرائب العظيم الذي كانت تضيق اللغه حتى في ذاتها عن تصورها، وتستطيع الان التقنيات الحديثه ان توسع من مجاله. اعتقد اننا لو لجانا لهذه المساله الى جانب اللجوء اليها في الابداع الجديد او في تفسير الابداع القريب في تيسير وصول التراث لأجيال توجد لها جذورا ثقافية، فنحن في صراع حضاري نرى غيرنا يهتم بمد الجسور، ونرى حتى طريقة تبسيط التراث المعرفي والأدبي في الغرب للأجيال الجديدة. الأجيال الجديدة تقرأ أنشودة رولان بطريقة مبسطة، وتقرأ جان جاك روسو بلغة العصر، وتقرأ فيكتور هيوغو كما هو موجود الآن. كل عصر يبسط له القول، فهذه طريقة من طرق التبسيط. لماذا لا يفكر منتج يريد أن يكسب الملايين على طريقة الأستاذ منير عتيبة أن يوظف هذه المسألة في طبع أجزاء من التراث الأدبي والفكري؟ فكر يا منير وأنت عندك مشروعات. الآن نحن نقترب زمنيا من نهاية الجلسة، ولكي نكون ديمقراطيين الزمن المتبقي معنا 25 دقيقة. طيب ترجع مسألة الكلام، وأنا أنصح المتحدثين بالآتي: أولا ليس عندنا منصة وقاعة، وإنما هي بعيدة مستقبلا. ثانيا أنت تظل مهيبا ما دمت صامتا. إذا تكلم فلا تأمل، وأنا كنت جالس منذ لحظات في هذه المكان، لا تأمل تهامس الذين قاموا. ما الذي أضاف؟ ما الذي كان يريد أن يقول؟ لماذا تكلم؟ وقال معروف هذه شهوة الكلام. فأرجوكم أنا أدافع عن قبولي،
فلا ينبغي أن يرفع يده من يريد الكلام لذلك، وإنما لدينا طريقتان، إما أن يكون لدي سؤال مباشر يستغرق دقيقة لأحد المتحدثين، أو يكون لدي تعليق مباشر على قضية أثيرت الآن تستغرق أيضا زمنا مماثلا فقط، ولا تتجاوز إلى الإغراق بالكلام في ذلك. من هذا المنطلق ليس أمامنا من الزمن إلا لأننا لابد أولا أن نترك في نهاية الجلسة 10 دقائق للمنصة لكي تحمي نفسها من الهجوم المتوقع، فيكون الزمن المتاح معنا حوالي ربع ساعة أو 16 دقيقة، نستطيع أن نتقبل 8 متحدثين وأن نقسمهم بين الجناحين 4 من هنا و4 من هنا، وأن لا نغفل التنوع للرجال والنساء لكي لا يسلخوا جدا. وسوف يتولى مراقب الجلسة محمد محمود حسين التسجيل الرغبات السريعة، نبدأ ب4، 2 من هنا و2 من هنا و4، 2 من هنا و2 من هنا، نبدأ من اليمين ودقيقتان لكل متحدث. دكتورة آمنة دقيقتان تسجل الأسماء تفضل، بعدها أحمد حسن. طيب من هذه الناحية يجب أن لا أن نسعى على الرجال. دكتورة سعيد نريد الآن متحدثة. طيب 5 طيب ها ركز على الرجال الآن. كان علي يحيى. طيب انت في الوسط. حياة الرئيس. ناخذ الرجال الان، ناخذ الرجال النساء. يا دكتور احمد انت دائما يا دكتور بالعدد النساء. ناخذ سنرجع للنساء. النساء تعزز زي الرجال. النساء الموجودات تعزز زي الرجال. يكتب علينا كل شيء. بما انني مقرر تفضل. الدكتوره امينه تفضل. مشكور. كنت خايف من المناقشه الصعبه. اولا المناقشه في الرساله الصعبه خلتني اتنظر. الحمد لله شرف الدكتوره امينه. لا لدي سؤال موجه للاستاذ الامين الزاوي، وهو يقدم لنا قراءه متفائله لزحف يعني زحف التكنولوجيا التي أصبحت فيه الرواية سلعة لا تختلف عن السلع الأخرى التي تستهلك في السوق. سؤال، ألا يهدد هذا وظيفة الرواية الإبداعية؟ وما رأيكم في الوعي المقاوم في الثقافة الغربية ذاتها التي تندد بهذا الأثر الخطير للتكنولوجيا على الرواية مثل ما تحدث به أمبرتو إيكو؟ وبعض الذين متخصصون في التكنولوجيا كميشيل سير، ثم ما موقفكم من هذا الأثر في ظل الفجوة الرقمية التي نعيشها بيننا وبين هذه التكنولوجيا كعرب؟ حسنا. والسؤال الثاني وجهه لرئيس الجلسة مسكين. لا يعني كنا انا شخصيا جئت الى هنا لكي اخذ نظره كليه عن واقع الروايه العربيه في ظل المعلوميات هكذا، ولكنني وجدت اننا قدمنا كلنا نظرات ورؤيات جزئيه للروايه العربيه ولم
استطيع انا ان يعني اقف على رؤيه كليه لربط هذه الجزئيات بالمنطق الكلي الذي يتحقق في الروايه العربيه. فارجو ان تجيبني عليه باعتبارك في النهايه ان شاء الله. جميل. المتحدث الثاني الاستاذ احمد حسن. حقيقة طيب لا تطيل لكن تحية واجبة لهذه الجلسة الثرية. يعني تعطيني في ثنائية التوحد والتفاعل، يعني فكرة الداعي التفاعلي بشكل عام، ربما يعني أخذ من صديقي العزيز الدكتور محمد المعقد على ذلك، لأن المبدع من وجهة نظري ما أردت أن أوضحه أن المبدع خيالية وأخرج من بين الجلوس لعلني أحدث عنك النفس سر خالي. هنا دعونا نحرك دلاله الانثى، هنا تصبح القصيده او الروايه او النص بدلا من الحبيبه. فكره هذه المسافه تسمح للمبدع الا ينجح، وكما اشار صديقنا الروائي التونسي عندما كمال الرياح عندما كتب روايه على الفيسبوك وانه ندم لانه كتبها في 5 سنوات وكانت النقاشات تعطل. هل وعي شاعر الدكتور احمد مثل زهير بن ابي سلمى الذي كان يكتب قصيدته في 4 اشهر ويمقعها في 4 اشهر ويعرضها على النقاد في 4 اشهر، هل هو اكثر تقدما الان من الوعي المربك؟ لان المبدع في النهايه يود ان يبتلي صوته الخاص، تلك الرساله الاولى، فعلينا ان ناخذ مسافه ثم نعيد التفاعل مره اخرى بدلا من ذلك الانجاح الذي يشكل الهويه. بقي اشاره اخيره للدكتور الروائي امين الزاوي، انه فكره احنا يعني الحقيقه احنا فكره الهويه المرتحله والهويه المتشابكه والهويه المشوشه، يعني اعتقد اننا لابد ان نبتلي ايضا هويه ناصعه هي نتاج التفاعل الحر وليست نتاج الانعزال، هي في النهايه لابد ان نبحث عن هويه. شكرا. المتحدث الثالث دكتور حمزه قريبه. اشكرك واشكر الاساتذه الكرام على المهمة، ربما تعقيبي على مقرر اللجنة الدكتور محمد محمود حسين حول التفاعل الداخلي والخارجي. أنا أرى أن كلا التفاعلين الذين ذكرتهما سلبيين، ويجب علينا الآن أن نتجاوز الأدب التفاعلي في أساسه سواء رواية أو شعر، هو أسس على التفاعل الإيجابي، الهايبرتكست الإيجابي. ما معنى التفاعل الإيجابي؟ أي أن المتلقي يضيف نصوصا، الا يعني صاحب الروايه هو يضع النواه فقط، اما المتلقي هو الذي يضيف ويبني مسارات اخرى. وهنا ربما امثل لك ب يعني الامر تجريبي مباشره وانا قمت به. الان لما نقوم بالقراءه الان اعتقد نموذجا مكتوبا، لان هناك نماذج اخرى صور ووسائط اخرى. الان سيجد للتفاعل واضافه مسارات جديده، اضغط هنا، اكتب الرمز مع الرساله، بمجرد ما يضغط هنا المتلقي يضغط ستفتح صفحه اخرى فيها طبعا الايميل ويكتب فيها ما يشاء، ثم يقوم بارساله مع الرمز. لما يرسله مع الرمز ياتي، انا وضعت بدايه فلتر لان لا يمكن ان اثق، يعني الان المتلقي العربي ما زال في البدايه، يأتي بالرمز سيوضع فيما بعد كلامه في ذاك المكان باسمه، ثم يأتي متلقي آخر وقد يأخذ هو مسار النص إلى جهة أخرى والآخر يأخذه إلى جهة أخرى، وهكذا تستمر العملية. وربما من الإشكالات الآن إلى متى ستستمر؟ هل يجب علينا توقيف أو إيقاف هذه الرواية بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 3 سنوات؟ هذا ما أفكر فيه جديا، خصوصا الآن 15,000 متلقي. العفو. أنا بس فقط أذكركم بأن بعض التجارب الواقعية، نحن في مصر هذا العام قررنا عمل قفزة في التعليم وإلغاء الكتب وطرح التابلت على الطلاب لكي يدخلوا على التفسير، فارتبكت الدنيا من ألفها إلى جائحة. فهذا طبعا مشكلة من الناحية النظرية، سهل أن نضغط وأن نضيف الإيميل وأن لا سهل، لكن من الناحية العملية لابد أن نلاحظ المتلقي الذي سيهرب من بين ايدينا ويجلس على المقهى ويكون ليد الادباء والنقاد فيحاور بعضهم بعضا ويريح رؤوسهم. شوف المتحدث. المتحدث الرابع دكتوره حياه الريس. شكرا لك سيدي المقرر وسيدي الرئيس، وشكرا للمجهود الذي قام به
كل المتدخلين. أوجه سؤالي مباشرة إلى الأستاذ الدكتور أمين الزاوي الذي أطلق صرخة فزع فعلا بالنسبة لهذا الجيل المخضرم، جيلنا الذي أدرك الورق ثم الآن هو مقبل على مرحلة أخرى خطيرة هي عصر الصورة. أقول يعني لكي لا ننقرض ككائنات أدبية فعلا، يعني أنا شعرت الآن أنني مهددة بالانقراض، أنا التي كنت أعيش على وهم الخلود، وكل كاتب أعتقد بداياته يكتب من أجل بين ظهرين الخلود، فكيف سنخلد ذواتنا في هذه الانقلاب الكبير الذي تتدخل فيه كل وسائل التكنولوجيا الحديثة؟ الحقيقة رغم استفادتنا منها نحن استفدنا كثيرا من إيجابياتها، مثلا أنا أو أي واحد يرمي نص على الانترنت ويأخذ مساره، هذا النص يسير يعترضه المترجم يترجمه، يعترضه الناقد فينقده، يعترضه الناشر، القراء، زيادة على كوننا في الانترنت نحن أمام قراء حقيقيين، يعني فيه أنت تنزل نص وجيب ناس يناقشوك فيه، في حين وقت اللي تنزل نص في كتاب ولا في جريدة أنت تعرفش القراء بتاعك، ممكن بعد 10 سنوات يعني يرسلوك ولا حاجة. المهم يعني احنا استفدنا من هذا، ولكن الآن يجب أن ننتبه إلى وضعنا فعلا، نحن يعني 10 أو أكثر من سنوات أخرى يعني ربما لا نجد أنفسنا إلا على الورق الذي لم يعد يتناوله أحد، يعني ننظر إلى أبنائنا نحن وإلى الشباب التلاميذ هل يقرؤون فعلا الكتب، يعني كتبنا هي وكتب تراثنا مثل ما قال الدكتور أحمد درويش. فماذا نفعل هنا؟ ماذا يفعل الكاتب أمام هذا العصر الجديد الذي يتجاوزه فعلا؟ ويجب أن ننظر في هذا والملتقيات القادمة للرواية وغيرها أن تشارك في وضع استراتيجية لما نحن قادمون عليه أفراد ومؤسسات، لأن هذا ممكن يتجاوز قدرة الأفراد، ويجب أن تنتبه إليه المؤسسات التي هي دائما آخر من يهمها هو الكاتب. عندي سؤال أخير ممكن للدكتورة هويدا كنتير، يعني هي قامت بمجهود كبير في تداخل الأنواع، ولكن أنا أريد أن ألفت الانتباه أيضاً إلى أن النص الآن الرائج خاصة في أوروبا وليس جديداً من 10 سنوات هو النص المفتوح الذي يجمع كل هذه الأجناس الأدبية، لكن أريد أن ألفت نظر النقاد أيضا أنه يعني الآن في أوروبا هنالك نقاد يشتغلون على المسودة، على المسودات التي لا نراها رائجة كثيرا في المدونة النقدية العربية، كتابا ونقادا لم نبدأ أيضا في الاشتغال على المسودات، وأنا ككاتبة أتمنى أن نبدأ هذا لأنه وراءه عدة أشياء يمكن أن تفيد القارئ وحتى تعلم الكاتب، خاصة في كتابة السيرة الذاتية الذين يعاونون المربية الناقد يجي يقول يعطيني المسودة بتاعك وسيرى فيها ما أشتبه وما أغيره وأسئلة الكتابة إلى غير ذلك. وشكرا لكم. المتحدث نحن عندنا عمل على مسودات من الدكتور مصطفى سويف والدكتور شاهين عبد الحميد، وقد عملوا اعمال جيده في علم في الابداع النفسي وقدموا خطوات يسير عليها كثير من الشباب. المتحدث الثالث. المتحدث الخامس دكتور عواد. شكرا سيد الرئيس، شكرا للاخوان الباحثين على المنصه، الجلسه مميزه في البحوث وفي الاداره وفي الحضور، وساكتفي مداخلة واحدة مع زميلي الدكتور أمين الزاوي، وقدمت لنا استشرافا لمستقبل الرواية العربية والثقافة العربية والمدونات العربية، وأنا أسير بجانبك في هذا الاستشراف وكنت مقنعا جدا، ولكن لدي سؤال، هل اللغة ستكون عامل مؤثر في الرواية العربية مستقبلا؟ أي بمعنى هل العربي سيقرأ للعربي فقط؟ والإنجليزي يقرأ الإنجليزي فقط والألماني يقرأ الألماني، أم ستكون الترجمة تلعب لعبتها في ذلك الزمن؟ وشكرا. شكرا. المتحدث السادس دكتور سعيد. كريمة في سعيد، أنا أخبر سعيد. دكتور سعيد.
السلام عليكم. اولا اشكر الجميع على هذه المحاضره القيمه، واقول فعلا نحن قطفنا عقود العنب ويبقى اننا لم نحسم موقفنا من تطور. سؤالي يعني موجه للاستاذ امين الزاوي الذي قدم عرضا شبابيا ثقافيا مبسطا ومميزا، واساله كيف نروض الوحش التكنولوجي ونحوله الى وحش اسميرالدا، وهو الوحش الذي يتميز بالسلاح المزدوج خاصه في مستوى الكتابه الروائيه وكذلك في تنشئه الابناء. ومنه نسال او طرح الاستاذ زاوي موضوع يتعلق بسؤال الهويه وكيف تغيرت في هذا الزمن التكنولوجي، واساله ماذا عن تشظي الهويات وماذا عن الهويه الهجينه اليوم. والسؤال الاخير عن الرقابه، قالها علنا زوال الرقابه، واقول ان التقدم هذا التكنولوجي لا يعطينا هذه الهديه مجانا، وان هذه الرقابه التي تفتح لنا هامش للحريه هي حريه وهميه، واعتبر ان هذه الحريه هي التي تطرح مشكلا اساسا في التحكم في الاخر في مستوى الرقابه. يظهر ذلك التقدم التكنولوجي مثلا في انظمه التعليم الجامعي الالمدي ونظام البروجرس التكنولوجي، هل لدينا حريه؟ شكرا لك. شكرا. المتحدث السابق دكتوره كريم، كريم تفضل. فيني ولا تفضل يا كريم؟ كلمتان. لا كريم ابدا بالشكر لجميع المتدخلين وعلى ولرئيس الجلسه على هذا الندوه القيمه، مجموعه الندوات القيمه. سؤال ساحدد سؤالي. الدكتور الزاوي الدكتور منيره عتيبه تحدثتم في الاول عن المال في التجاره في يعني الربح الذي يمكن ان يدرب هذه النشر هذه الكتب. والدكتور وامين الزاوي تحدث ايضا عن يعني مستقبل الصناعه، اصبح الكاتب لديه اسهم في البورصه اصبح. فالسؤال الان انا لا اتحدث عن الروايه ومستقبلها، بل اريد ان اسال عن مستقبل الكاتب. هل سيصبح الكاتب صناعه؟ وهل الابداع سيصبح يعني مصنوعا ويصبح له شركات وينتهي عهد الابداع؟ لان التكنولوجيا ستدخل وهناك الاستعمال المراوغ للمعلومات، فهل سنصنع كاتبا بمقاييس مختلفه ومحدده لنصل الى اقول اهداف ربما سياسيه ثقافيه او اقتصاديه؟ هل هناك زمن جديد ينتظر الكاتب؟ عوض ان نتحدث فقط عن الروايه، لان هذه الروايه الجديده بهذه التقنيات العاليه ربما هي ستخلق، عوض ان نتحدث عن الروايه ربما يجب ان نتحدث عن الكاتب. هل هناك كاتب جديد سوف يظهر وسينتهي عهد الكاتب المبدع؟ حسنا. شكرا. دكتور شريف حتيتي، أرجو أن تكون كريما وموجزا في تعليمك. لا أظنك على التالي من قبل. تفضل يا مصيبة في تعليقك. أنا بس لهذا الملتقى في الحقيقة هو جيد، لكني يعني محبط بشكل أو بصورة ما يعني. الرواية في عصر المعلومات، الرواية ماذا تستمد من عصر المعلومات؟ وكيف تحجز مكانا لها في عصر المعلومات؟ هذا الذي وصلت كنت قد يعني كونت فكرة قبل المؤتمر عنها، عن المؤتمر عن الملتقى انه يسير في هاتين او في هذين المجرين. لماذا نصر على، انا فقط اشتبك مع عبارة بسيطة جدا للاخ الدكتور محمد حسين. هي مسألة لماذا نلحق دائما الوصف بالرقمية بالرواية؟ هل أغلق باب التسجيل في نظرية الأدب بالأجناس الأدبية؟ يعني الأجناس الأدبية المطروحة في نظرية الأدب هل هي أقانيم؟
لابد اذا ظهر اي شيء مطور في اطار مركزيه الجنس الادبي نحن نريد ان نتجاوز للناس. اذا كنت هقول الروايه الرقميه وبعد ذلك القصيده الرقميه وبعد ذلك القصه القصيره الرقميه فانا بهذا الشكل اكرس او انا بهذا يعني اكرس لمركزيه ورسخ لمركزيه لهذه الناس. احنا يجب ان نتكلم الان عن نصر الرقمي. اذا كان في ناقد اشجع منا يمكن ان يوصف هذا النصر الرقمي على انه جنس جديد، ولا اظن ان الحاجب الذي يقف على باب نظريه الادب سيمنعنا من اضافه جنس الادب. شكرا. شكرا دكتور شريف. شكرا لكم جميعا. انا لسه ما حكيتش. وقد ظننا حتى الان نعتقد بكونكم اشخاص مهيبين رغم انكم تحدثتم. وهذه ماذا جيد ليس فليظل الباقون مهيبين وهم صامتون لكي يقسمون بينهم. انت ما اسمك تقول دارف عين الكاتب شوشانك أوسي صاحب رواية فقط. تفضل دقيقة واحدة دقيقة واحدة. أن يكون صاحب العمل يعني يعني طيب افتح عندك حتى نراك في دقيقة. كل النقاط مكتوبة دقيقة أنا أيضا. مرحبا. شكرا كثير أسجل عميق شكري وامتناني للدكتور محمد لتناول العمل في هذه الورقة. عطفا على كلمة أو مقولة لكل زمن دولة ورجال لكل زمن مبدعون روائيون ونقطان هذا أولا. اثنين، حاولت جاهدا أن أجسر الهوة ما بين ما عرضه الدكتور محمود والعنوان للورقة، يعني الورقة 12-13 دقيقة لم تلامس العمل إلا فتاتا أو يعني العمل يعتمد على البريد الالكتروني، الفيسبوك، السكايب، الخيال العلمي، كل يعني الكثير من التفاصيل، اصلا فاتحه الروايه وخاتمتها توحي بالتفاعليه، العابرون بهذه الاسطر عابرون بانفسهم والماكثون فيها ربما ينتظرون عابرا. هذه الدعوه للتفاعل مع العمل واعاده انتاج النص بين الكاتب والمتلقي تم تجاهلها، ومع ذلك أيضا أسجل عميق شكري وتقديم شكرا. الآن نحن سوف نمر سريع عابرين على متحدثي المنصة وسيأخذ كل منهم دقيقة ونصف. لا دقيقة ونصف سأتم أننا الجلسة تعب عمليا وسنتبع ترتيب الجلوس. هذه المرة سيبدأ الدكتور منير. نص دقيقة. دكتورة كريمة أبو حسون اتكلمت عن صناعة الكاتب والمستقبل والكاتب المبدع. أقول لك رأيي الشخصي، لا أؤمن بفكرة الإلهام ولا الوحي اللي هينزل على الكاتب. الكاتب إنسان محترف يعمل. دائما هناك صناعة للكاتب، بعض الدول محترفة أكثر من بعض الدول، بعض الدول فيها حقب يعني تستطيع أن تدفع الثمن. دول النشر الكبيرة عندها محررين، عندها آليات لكي تأخذ عمل المبدع وتعمل عليه لكي يصل إلى أكبر عدد من القراء. أنا مؤمن بالاحترافية، وبالتالي ليست لدي مشكلة في مسألة أن يكون هناك تمويل للكاتب. المبدع لن يصنع، لكن المبدع يتم الاشتغال عليه. وأنا من المقتنعين بفكرة الصناعات الثقافية، فكرة التسويق للمنتج، وهذا ما ينقصنا. وما عنديش مشكلة خالص إن المبدع يبقى مليونير، ليه دايما المبدع لازم يبقى شحاتي. شكرا. شكرا لجميع المتدخلين، ولكن سأكون سريعا لأن لا يوجد وقت للإجابة على كل شيء، ولكن أريد أن أقول بأن كل المداخلات التقت في أربع مفاهيم: المال والخلود والهوية واللغة. ماذا نحتاج كي نحافظ على ذلك؟ تعرفون بأن لا تكنولوجيا بدون أخلاقيات. الآن هناك ما يسمى بأخلاقيات التكنولوجيا، ويقوم بذلك فلاسفة كبار في دراسة أخلاقيات التكنولوجيا، بمعنى
حتى لا نسقط في الفراغ، حتى لا نصنع روبوتات ضد الانسان، لان الانسان بدا يخاف مما يصنعه، لان التكنولوجيا شبيهه بالنيوكليير، شبيهه بالذره. وبالتالي هناك فلاسفه الان، وهناك تيار اخلاقي كبير جدا على مستوى في اوروبا وفي امريكا، يقوم بدراسه هذه المخاطر التي تحدثنا عنها جميعا. اما علاقه الابداع بالمال فهي علاقه معروفه منذ زمان وستظل قائمه، ولكن لا يعني ان المال يلغي الابداع. الابداع مساله جوهريه في كل شيء، والاستثمار في التكنولوجيا يجب، الجيد من الابداع هو الذي يستثمر جيدا في التكنولوجيا كما هو في الورق. هناك روايات رديئه في الورق، ستكون ايضا هناك روايات رديئه في التكنولوجيا، هناك قصائد نفس الشيء، يعني ستكرر الحال. اما بالنسبه للغه فانا اعتقد كما طرح صديقي الدكتور عوان، اللغه كل اللغات العربيه الالمانيه الانجليزيه اصبحت الان مخترقه. يعني أنت الآن تقرأ ما يكتب على شبكات الإنترنت باللغة العربية، فلا تعرف هل أنك تقرأ عربية أم لا، أم لغة أخرى. تقرأ أيضا باللغة الفرنسوية نفس الشيء، باللغة الإنجليزية نفس الشيء. فبالتالي أن اللغات بدأت تتسامع وتتداخل. هل نحن في اتجاه صناعة لغة جديدة؟ وهذا أيضا مطروح على المستوى الفلسفي، يعني يجب أن لا نخاف من ذلك. وبالتالي يعني اللغة نفسها اجتماعية، لا توجد هناك لغة مقفلة في 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 صندوق. اللغة مفتوحة على المجالات، على مجالات الاستعمال، على مجالات الإبداع، مجالات العمل. وفي التكنولوجيا تقرب بين اللغات والموسيقات اللغوية والبناء اللغوية. وبالتالي أعتقد أننا نذهب نحو لغة متطورة وبسرعة، لأن الآن حينما أقرأ الجاحظ أو أقرأ القدامى لا أفهم كثير من الكلام، لأنه كلام أيضا في زمنه. وبالتالي المتنبي، كثير ما نقرأ المتنبي ولا نفهم كثير من الكلام المتنبي، لأنه ينتمي إلى زمن معين. المتنبي لو يقرأ اليوم ما يكتب في الفيسبوك لن يفهم، يقول بأن هؤلاء العرب يتكلمون لغة ألمانية. وبالتالي يجب أن نفهم بأن اللغة هي لغة تاريخية واجتماعية. وشكرا. حسنا، أنا سأستغل أيضا موقعي، فقد مر علي الدور يعني. ما ذكره أخير مؤخرا الدكتور أمين حول اللغة، أريد فقط أن أضيف إليه شيء بسيط، أن هناك طبيعة خاصة شئنا أو أبينا للعربية. العربية لغة مرتبطة بنص مقدس، ومن أجل هذا فإن العبرية من هذه الناحية تظل العربية تصارع بين خيطين، أن تكون متجددة وذلك صحيح، ولو قرأ الجاحظ اليوم صحيح الأعراب أنكر أنها لغة عربية، لكن تظل متواصلة، بحيث لو سمع الفلاح قصيدة أبي فراس الحمداني ركع صياد دم يطرب ويتسع. هذه مشكلة على الأدباء والنقاد أن يتعاملوا معها دون سماع للكلام الآخر بأن اللغات تتغير. اللغة العربية الوحيدة التي جاوزت الآن 15 قرناً وهي ما هي، لكن تتطور. فقط سئلت حول خيبة الأمل التي اعترض بعض الذين حضروا وهم يتصورون أنهم سيأخذون فكرة مجملة عن الواقع الرواية وخرجوا بشبرة، وأنا أقول أن هذه خيبة الأمل مقصودة. نحن لدينا فسحة من الوقت لكي يعمل المتلقي ذهنه فيما سمع ويكون حصيلته الخاصة، ومن حسن الحظ أن بيننا وبين الجلسة التالية 7 ساعات يستطيعون أثناء الغداء رجلهم أن تتفكروا كما تشاءون في المساعدة. أتحفظ فقط على حكاية إلغاء الرقابة وأنها خير كله. المشكلة أنها طبعا لغاء الرقابة السياسية والرقابة على الحرية خير جميل، لكن الذي حدث في مسألة الكتابة أننا من قبل كنا لكي نقرأ نصا مكتوبا لابد أن يمر هذا النص حتى بمراحل من التنقيح على صاحبه وعلى المسؤول الثقافي وعلى مسؤول المطبعة قبل أن يخرج. الآن أصبح كثير من الناس يفكرون بأصابعهم لا بعقولهم، وتلك كارثة كبرى ينبغي أن نتنبه إليها. دكتورة هويدا صالح. دكتور أحمد درويش، أشكرك طبعا. صديقتي
العزيزه الروائيه والمسرحيه حياه الريس. انا استخدمت بالفعل مصطلح النص في اكثر من موضع، واتفق معك تماما على فكره النص المفتوح، ولكن هذا الانفتاح النص له ايضا قوانين داخليه. فالنص يظل مفتوحا على خطابات متعدده تقيم جدلا مع الخطاب الروائي. يعني احنا ما ندخل التقليد السينما والمسرح والخطاب الشعري والخطاب السياسي والسوسيو ثقافي والتاريخي عبر التناص، هذه الخطابات لابد ان تقيم جدلا مع الدراما اللي في النص، وهي لا ستكون عبء على النص. فحتى هذا الانفتاح له شروط، دي من ناحيه. النص ايضا حينما يتحول الى ورقي يظل منفتحا وقابلا للاضافه والتعديل مثل ما قال صديقنا حمزه، ولكن حينما يتحول الى ورقي يصبح نصا مغلقا بالنسبه للمؤلف تناصا مع موت المؤلف، ويصبح نصا مفتوحا بالنسبه للقارئ تناصا مع القارئ والتلقي والقارئ والاستجابه، فالقارئ يعيد انتاج الدلالات. اذا هذا الانفتاح ايضا له اختراقاته وقوانينه، وهذا الاغلاق له اختراقاته وقوانينه. شكرا لحضرتك. شكرا. في النهايه الدكتور محمد حسين في كلمه موجزه. شكرا جزيلا استاذ. طبعا انا سعيد من الاسئله، وهي اسئله كثيره، لكن سريعا الدكتور حمزه بريره، فيما يتعلق بمساله التفاعل خاص بالمتلقي والمسارات التي اضفتها حضرتك، انا لم اتجاهل هذا الامر، انما جعلته ضمن التفاعل الخارجي الخاص بالمتلقي، اي بعيد عن صاحبنا، لكن هو بالفعل موجود، لكن من يتعامل مع المتلقي؟ التفاعل الخارجي يعني. الدكتور شريف، الدكتور صديق الجميل، مساله الروايه الرقميه، التحليل الرقميه فقط ليس الا تخصيصا، ولك ان تحذفها، لكن لماذا تخصيصا؟ لانهم عندما قالوا في البدايه الروايه التفاعليه، وكتبت الدكتوره فاطمه البريكي كتابها الجميل الادب التفاعلي، الجميع قال ان الادب كله تفاعلي، وان ما خصوصيه النص الجديد؟ فعندما تسمع روايه تفاعليه قد تظن الورقيه، فحتى يعني يكون هناك نوع من التخصيص فقط لهذا الشكل الجديد الذي هو في طور التبلور. قيل عن الروايه الرقميه في اشاره الى الوسيط الناقل واستثمار فضاءاتي، هذا ليس اقصد، والمساله فيها يعني كلام كثير. المساله الاخيره للكاتب هشنا كوزي، هي الروايه وصفت تقنيه البريد الالكتروني. ما جعلني استطرب في قصه البريد الالكتروني هو كيف وصل الينا حتى يمكن ان نطلق هذا المصطلح روايه البريد الالكتروني. لابد ان اشير الى هذا المدخل النظري حتى لا نتحدث عن نبت شيطاني، لكني عندما، ولعل الوقت لم يسمع، لكن عندما انتقلت الى هذه الروايه وقلت انها نموذج تفاعلي، كان من الممكن لي ان اسرد حدوده الحدوته او الحكايه التي تدور عنها، وقد يعني يمل الكثيرون، لكن اشرت الى ان هذه الروايه وظفت تقنيه البريد الالكتروني وبشكله العام وشكله الخاص، ووظفت نصوص كثيره، اهم ما يميزها كما ذكرت في المداخله التناص، يمكن تسميته بالرقمي التفاعلي داخل النص، ان النص لم يكن في هذه الروايه وفي غيره من الروايات التي حاضر استاذ خلاص التي وظفت مثل هذه تقنيه الرسائل توجه واحد، انما اصبح نستدعي نصوصا اخرى، ثم المرسل والمرسل اليه والراسل وكلهم يشتركوا حول هذا العمل، واصبح العمل عملا جماعيا. وما كتبته في هذه الدراسة موجود بإذن الله تعالى حول محاورها الأساسية في كتاب المؤتمر، أرجو إن شاء الله أن تجدوا فيه فائدة لهذه الرواية التي أمتعتني، ولا شك أنها ستمتع الحضور. شكرا جزيلا لكم. أنا أعتقد أن ساعتين وبضع دقائق ليست كافية لكي نقول كل شيء، لكننا جميعا استفدنا، وأنا أشكر المتحدثين أستاذ منير وأستاذ أمين والدكتورة رويدة والدكتور محمد، لكن قد لو أشكركم أنتم، فلولا تفاعلكم ولولا تفاعل المتلقي لما نجحت هذه الجلسة. جلستنا القادمة السابعة وستكون بمصر من هنالك. له الآن أكل ونام وواصلوا الحوار ونراكم في المساء إن شاء الله. وقد ظللنا حتى الآن نحتفظ بكونكم أشخاصا مهيبين رغم أنكم تحدثتم، وهذه ميزة جيدة ليست
فليظل الباقون مهيبين وهم صامتون. كيف القاسمون لهم؟ انت ما اسم تقول من دار عين النار. الكاتب شوشانك اوسي صاحب الروايه فقط. تفضل دقيقه واحده دقيقه واحده. طيب تكلم حتى نراك في دقيقة. كل النقاط مكتوبة دقيقة أنا أيضا. مرحبا. شكرا كثير أسجل عميق شكري امتناني للدكتور محمد لتناول العمل في هذه الورقة. عطفا على كلمة أو مقولة لكل زمن دولة ورجال، لكل زمن مبدعون روائيون ويقطعون. هذا أولا. اثنين، حاولت جاهدا أن أجسر الهوة ما بين ما عرضه الدكتور محمود والعنوان الورقة، يعني الورقة 12-13 دقيقة لم تلامس العمل إلا فتاتا، أو يعني العمل يعتمد البريد الإلكتروني، الفيسبوك، السكايب، الخيال العلمي، كل يعني الكثير من التفاصيل. اصلا فاتحه الروايه وخاتمتها توحي بالتفاعليه، العابرون بهذه الاسطر عابرون بانفسهم، والماكثون فيها ربما ينتظرون عابرا. هذه الدعوه للتفاعل مع العمل واعاده انتاج النص بين الكاتب والمتلقي تم تجاهلها، ومع ذلك ايضا أسجل عميق شكري وتقديم شكراً. الآن نحن سوف نمر سريع عابرين على متحدث المنصة، وسيأخذ كل منهم دقيقة ونصف. لا دقيقة ونصف سأخذ من عندنا الجلسة تعب عملية، وسنتبع ترتيب الدروس هذه المرة. سيبدأ الدكتور مريم. نص دقيقة. الدكتورة كريمة أبو حسون اتكلمت عن صناعة الكاتب والمستقبل كاتب المبدع. أقول لك رأيي الشخصي، لا أؤمن بفكرة الإلهام ولا الوحي اللي هينزل على الكاتب. الكاتب إنسان محترف يعمل. دائما هناك صناعة للكاتب. بعض الدول محترفة أكثر من بعض الدول، بعض الدول فيها حقب يعني تستطيع أن تدفع ذلك. دول النشر الكبيرة عندها محللين، عندها آليات لكي تأخذ عمل المبدع وتعمل عليه لكي يصل إلى أكبر عدد من القراء. أنا مؤمن بالاحترافية، وبالتالي ليست لدي مشكلة في مسألة أن يكون هناك تمويل للكاتب. المبدع لن يصنع، لكن المبدع يتم الاشتغال عليه. وأنا من المقتنعين بفكرة الصناعات الثقافية، فكرة التسويق للمنتج، وهذا ما ينقصنا. وما عنديش مشكلة خالص إن المبدع يبقى مليونير، ليه دايما المبدع لازم يبقى شحاتي. شكرا لجميع المتدخلين، ولكن سأكون سريعا لأن لا يوجد وقت للإجابة على كل شيء. ولكن أريد أن أقول بأن كل المداخلات التقت في أربع مفاهيم: المال والخلود والهوية واللغة. ماذا نحتاج كي نحافظ على ذلك؟ تعرفون بأن لا تكنولوجيا بدون أخلاقيات. الآن هناك ما يسمى بأخلاقيات التكنولوجيا، ويقوم بذلك فلاسفة كبار في دراسة أخلاقيات التكنولوجيا، بمعنى حتى لا نسقط في الفراغ، حتى لا نصنع روبوتات ضد الإنسان، لأن الإنسان بدأ يخاف مما يصنعه هو، لأن التكنولوجيا شبيهة بالنيوكليار، شبيهة بالذرة. وبالتالي هناك فلاسفة الآن، وهناك تيار أخلاقي كبير جدا على مستوى في أوروبا وفي أمريكا، يقوم بدراسة هذه المخاطر التي تحدثنا عنها جميعا. أما علاقة الإبداع بالمال فهي علاقة معروفة منذ زمان وستظل قائمة، ولكن لا يعني أن المال يلغي الإبداع. الإبداع مسألة جوهرية في كل شيء، واستثمار في التكنولوجيا يجب. الجيد من الإبداع هو الذي يستثمر جيدا في التكنولوجيا، كما هو في الورق. هناك روايات رديئة في الورق، ستكون أيضا هناك روايات رديئة في التكنولوجيا، هناك قصائد نفس الشيء، يعني ستكرر الحال. أما بالنسبة للغة، فأنا أعتقد كما طرح صديقي الدكتور عوان،
اللغة كل لغات عربية الألمانية الإنجليزية أصبحت الآن مخترقة. يعني أنت الآن تقرأ ما يكتب على شبكات الإنترنت باللغة العربية فلا تعرف هل أنك تقرأ عربية أم لغة أخرى. تقرأ أيضا باللغة الفرنسوية نفس الشيء، باللغة الإنجليزية نفس الشيء، فبالتالي أن اللغات بدأت تتسامع وتتداخل. هل نحن في اتجاه صناعة لغة جديدة؟ وهذا أيضا مطروح على المستوى الفلسفي، يعني يجب أن لا نخاف من ذلك. وبالتالي يعني اللغة نفسها اجتماعية، لا توجد هناك لغة مقفلة في 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 صندوق. اللغة مفتوحة على مجالات الاستعمال، على مجالات الإبداع، مجالات العمل، وفي التكنولوجيا تقرب بين اللغات والموسيقات اللغوية والبناء اللغوية. وبالتالي أعتقد أننا نذهب نحو لغة متطورة وبسرعة، لأن الآن حينما أقرأ الجاحظ أو أقرأ القدامى لا أفهم كثير من الكلام لأنه كلام أيضا في زمنه. وبالتالي المتنبي، كثير ما نقرأ المتنبي ولا نفهم كثير من الكلام المتنبي لأنه ينتمي إلى زمن معين. المتنبي لو يقرأ اليوم ما يكتب في الفيسبوك لن يفهم، يقول بأن هؤلاء العرب يتكلمون لغة ألمانية. وبالتالي يجب أن نفهم بأن اللغة هي لغة تاريخية واجتماعية. وشكرا. حسناً، أنا سأستغل أيضا وقتي وقد مر علي الدور يعني. دي بعض الوقت السؤالات أبدي بعض ما ذكره أكيد مؤخراً دكتور أمين حول اللغة. أريد فقط أن أضيف عليه شيء بسيط، أن هناك طبيعة خاصة شئنا أو أبينا للعربية. العربية لغة مرتبطة بنص مقدس، ومن أجل هذا فإن العبرية مرتبطة باللغة من هذه الناحية تظل العربية تصارع بين خيطين، أن تكون متجددة وذلك صحيح. ولو قرأ الجاحظ اليوم صحيفة الإعراب لأنكر أنها لغة عربية، لكن تظل متواصلة بحيث لو سمع الفلاح قصيدة أبي فراس الحمداني ركع صياد الدم يطرب ويتسع. هذه مشكلة على الأدباء والنقاد أن يتعاملوا معها دون سماع للكلام الآخر بأن اللغات تتغير. اللغة العربية الوحيدة التي جاوزت الآن 15 قرناً وهي ما هي، لكن تتطور. فقط سئلت حول خيبة الأمل التي اعترض بعض الذين حضروا وهم يتصورون أنهم سيأخذون فكرة مجملة عن الواقع الرواية وخرجوا بشرارة. وأنا أقول أن هذه خيبة الأمل مقصودة. نحن لدينا فسحة من الوقت لكي يعمل المتلقي ذهنه فيما سمع ويكون حصيلته الخاصة. ومن حسن الحظ أن بيننا وبين الجلسة التالية 7 ساعات يستطيعون أثناء الغداء والنوم أن تفكروا كما تشاءون في المساعدة. نتحفظ فقط على حكاية إلغاء الرقابة وأنها خير كله. المشكلة أنها طبعاً إلغاء الرقابة السياسية والرقابة على الحرية خير جميل، لكن الذي حدث في مسألة الكتابة أننا من قبل كنا لكي نقرأ نصاً مكتوباً لابد أن يمر هذا النص حتى بمراحل من التنقيح على صاحبه وعلى المسؤول الثقافي وعلى مسؤول المطبعة قبل أن يخرج. الآن أصبح كثير من الناس يفكرون بأصابعهم لا بعقولهم، وتلك كارثة كبرى ينبغي أن نتنبه إليها. دكتورة هويدا صالح. دكتور أحمد درويش أشكرك. عندي صديقتي العزيزة الرؤية والمسرحية حياة الريس، أنا استخدمت بالفعل مصطلح النص في أكثر من موضع وأتفق معك تماماً على فكرة النص المفتوح، ولكن هذا الانفتاح النص له أيضاً قوانين داخلية. فالنص يظل مفتوحاً على خطابات متعددة تقيم جدلاً مع الخطاب الروائي. يعني إحنا حينما ندخل التقنيات السينما والمسرح والخطاب الشعري والخطاب السياسي والسوسيو ثقافي والتاريخي عبر التناص، هذه الخطابات لابد أن تقيم جدلاً مع الدراما اللي في النص، وهي لا ستكون عبء على النص. فحتى هذا الانفتاح له شروط. دي من ناحية النص. أيضا حينما يتحول إلى ورقي يظل منفتحا وقابلا للإضافة والتعديل مثل ما قال صديقنا حمزة، ولكن حينما يتحول إلى ورقي يصبح نصا مغلقا بالنسبة للمؤلف تناصا مع موت المؤلف.
ويصبح نصا مفتوحا بالنسبة للقارئ تناصا مع القارئ والتلقي والقارئ والاستجابة، فالقارئ يعيد إنتاج الدلالات. إذا هذا الإنفتاح أيضا له اختراقاته وقوانينه، هذا الإغلاق له اختراقاته وقوانينه. شكرا لحضرتك. شكرا. النهاية الدكتور محمد محمود حسين في كلمة موجزة. شكرا جزيلا أستاذ. طبعا أنا سعيد من الأسئلة وهي أسئلة كثيرة، لكن سريعا الدكتور حمزة بريرة فيما يتعلق بمسألة التفاعل خاص بالمتلقي والمسارات التي أضفتها حضرتك، أنا لم أتجاهل هذا الأمر إنما جعلته ضمن التفاعل الخارجي الخاص بالمتلقي أي بعيد عن صاحبنا، لكن هو بالفعل موجود، لكن من يتعامل مع المتلقي؟ التفاعل الخارجي يعني. الدكتور شريف الدكتور صديق الجميل، مسألة الرواية الرقمية التحديد الرقمية فقط ليس إلا تخصيصا ولكن تحذيفها، لكن لماذا هي تخصيصا؟ لأنهم عندما قالوا في البداية الرواية التفاعلية وكتب الدكتورة فاطمة البريكي كتابها الجميل الأدب التفاعلي، الجميع قال أن الأدب كله تفاعلي وأن ما خصوصية النص الجديد، فعندما تسمع الرواية التفاعلية قد تظن الورقية، فحتى يعني يكون هناك نوع من التخصيص فقط لهذا الشكل الجديد الذي هو في طور التبلور. قيل عن الرواية الرقمية في إشارة إلى الوسيط الناقل واستثمار فضاءاتي، هذا ليس أصلا، والمسألة فيها يعني كلام كثير. المسألة الأخيرة للكاتب هشنا كوزي، هي الرواية وصفت تقنية البريد الإلكتروني، ما جعلني أستطرد في قصة البريد الإلكتروني هو كيف وصل إلينا حتى يمكن أن نطلق هذا المصطلح رواية البريد الإلكتروني، لا بد أن أشير إلى هذا المدخل النظري حتى لا نتحدث عن نبت شيطاني، لكني عندما ولعل الوقت لم يسمع، لكن عندما انتقلت إلى هذه الرواية وقلت أنها نموذج تفاعلي كان من الممكن لي أن أسرد حدودة الحدوتة أو الحكاية التي تدور عنها وقد يعني يمل الكثيرون، لكن أشرت إلى أن هذه الرواية وظفت تقنية البريد الإلكتروني وبشكله العام وشكله الخاص، ووظفت نصوص كثيرة، أهم ما يميزها كما ذكرت في المداخلة التناص يمكن تسميته بالرقمية التفاعلية داخل النص، أن النص لم يكن في هذه الرواية وفي غيره من الروايات التي حاضر أستاذنا خلاص التي وظفت مثل هذه تقنية الرسالة توجه واحد، إنما أصبح نستدعي نصوصا أخرى ثم المرسل والمرسل إليه والراسل وكلهم يشتركوا حول هذا العمل، وأصبح العمل عملا جماعيا، وما كتبته في هذه الدراسة موجود بإذن الله تعالى حول محاورها الأساسية في كتاب المؤتمر، أرجو إن شاء الله أن تجدوا فيه فائدة لهذه الرواية التي أمتعتني ولا شك أنها ستمتع الحضور. شكرا جزيلا لكم. أنا أعتقد أن ساعتين وبضع دقائق ليست كافية لكي نقول كل شيء، لكننا جميعا استفدنا، وأنا أشكر المتحدثين أستاذ منير وأستاذ أمين والدكتورة هويدة والدكتور محمد، لكن قد لو أشكركم أنتم فلولا تفاعلكم ولولا تفاعل المتلقي لما نجحت جلستنا. جلستنا القادمة السابعة وستكون بمصر هنالك، لو الآن أقول وناموا وواصلوا الحوار ونرى المسائل إن شاء الله.